teach you how to make the perfect scrambled eggs. I know that it sounds like you can't get scrambled eggs wrong, and you can't, but you can also get them perfect and beautiful and fluffy and delicious. And I'm going to show you just how to do that. All you need to do is get yourself some beautiful eggs, free-range eggs, and crack them into a large bowl. And then the thing about scrambled eggs is it's all about when you add some... كنت عايزة أخذ رأيكم في حاجة. أنا متجوزة بقالي 7 شهور، بس حاسة إن في حاجة ناقصاني مع جوزي. ألو؟ أيوة يا مامي. ألو؟ يا مامي سامعاني؟ آه أنا كويسة، وحشتيني قوي. انتي عاملة ايه وازاي بابي؟ لا لا لا، انا في البيت مش في الشغل، النهاردة الجمعة. زياد نزل يصلي. قوليلي عاملة ايه؟ وبابي كويس؟ انا عادي يعني، كله كويس الحمد لله. طب اديني بابي يسلم عليه. ايه؟ مامي اديني بابي يسلم عليه. الو؟ ازيك يا بابي، وحشتني قوي. انا كويسه الحمد لله. انتوا مش كنتوا قايلين جايين في مارس؟ ليه غيرتوا رايكم؟ مش سامعاك يا بابي. ايه بابي النت وحش قوي، ممكن تكلمني عادي؟ على الاقل اعرف اسمعكوا كويس. الو؟ بقول لك يا زيزو، تفتكر الحوار ده هيخلص؟ والله العظيم هيخلص يا ابني. شركه عاوزه ناس كتير، وبعدين هم عاملين اعلانات، وبعدين هم كده كده عاوزينك من الاول. ما انا عارف دول عمالين يبعتوا لي كتير والله. ما انا عارف. بص هرجع واقول لك تاني، لو انت مش عاوز الشركه دي وعايز تستناني وتخش معايا شريك في المكتب، انا تمام جدا معاك. بس خد بالك، انا فاضل لي مثلا بتاع شهر او شهرين على ما احمد حسين شريك يجيب لي الفلوس. ماشي. بص انا هجرب مع شركه RNG دي، لو لقيتهم تمام هكمل معاهم، لو مش تمام هتلاقيني انا من نفسي بقول لك يا زيزو خدني معاك، يا اما هرجع ابو ظبي وخلاص. لا خدني معاك يا زيزو، مفيش اوبشن ابو ظبي تاني. ما دام قررت ترجع مصر ما ترجعش في كلامك بقى يا راجل، انا ما صدقت انك رجعت. طب ربنا يسهل. بقول لك انا هروح بقى اطلع رايح شويه. طب بقول لك ايه، متعدي عليا بالليل نلعب لنا ماتش بلاي ستيشن كده ونتعشى مع بعض. امال انا جايبك ساكن جنبي ليه؟ جايبني عشان اشيلك في البلاي ستيشن؟ لو انت حلو يا لو بتعرف تشيل. عدى عليا بس. لا انا اصلا عندي حوار النهارده كده مع واحده. الله، انت لحقت. طبعا. طب اقول لك ايه، طب ما تجيبها اعرف على اسمك مراتي يبقوا اصحاب. يا عم لسه متعرف عليها، اعرفك عليها ازاي؟ خلاص هاتها واتعرف عليها انا. استناك. ها طب هلغيها واقول لك بس. ماشي كلمني. ها سلام. يلا باي. سلام. كويس المرة دي ولا غلط برضو؟ أدور أول. طبعا. هو شكله يعني استني أول اللي دلوقتي حلو. خلاص خلاص كفاية. هو ده بقى اللي اتقال عليه سكرامبلد على حق. برافو. الحمد لله. والله كنت هطلب الطلاق منك لو قلت لي غلط برضو. طلاق إيه بس؟ وأنا مجنون هطلق الصاروخ ده كله عشان طبق بيض. صاروخ؟ طيب. الصاروخ عايز ينطلق، احنا ويكند لازم نخرج مع بعض. بص يا حبيبتي، انا هفهمها لك براحه جدا. احنا طول الاسبوع بنصحى كل يوم 7 الصبح ننزل نهرس في الشوارع ونعمل ميتينجز ونقابل ناس ما يعلم بها الا ربنا. فالمفروض بقى ان الويكند نعمل ايه؟ ناكل بيض وننتخ ونكمكم في البيت بس. يعني انت مش هتروح الجيم؟ هنهرج ولا ايه؟ الجيم حاجه واللي انا بتكلم فيه حاجه تانية. الجيم زي الاكل والشرب. وبعدين بعد الجيم يعني احنا عندنا حاجات كتير قوي ممكن نعملها وهنتبسط برضه. بعدين يعني احنا لسه عرسان جداد. جداد ايه الاوفر ده؟ لا طبعا، احنا بقالنا 7 شهور. 7 شهور كده قدام يعني خللنا ولا ايه؟ 7 شهور يا حبيبتي، زهقتي مني ولا ايه؟ لا والله مش قصدي، بس انا بحس ان احنا متجوزين من زمان. عشان انت بتحسبيها من ساعه ما تعرفنا على بعض، مش من ساعه ما اتجوزنا. ده على السنه ونص اللي انا عرفتك فيهم في الشركه اللي كلهم ما عملتش فيهم اي حاجه غير صباح الخير مساء الخير
وفي الاخر انا عايزه اتجوزك. هو ده اللي انت عملته بجد؟ انا اقول لك كنت بعمل ايه. انا كنت قاعد بفرج عليكي كده من بعيد وراقب وحلل عشان ما هجمش مره واحده. ايه تهجم؟ ايه الالفاظ دي؟ يعني خلصت الموضوع ان احنا مش خارجين صح؟ طب انا اقول لك على حاجه، انا كده كده عزمت كريم عشان يجي لنا بالليل ونتعشى مع بعض، واحتمال كمان يجيب صاحبته. هو انت ازاي بتعزم ناس عندنا في البيت من غير ما تاخد رايي؟ نعم صح، انا اسف. المره الجايه ان شاء الله لما اعزم واحد صاحبي هقول له ثواني بس استاذن من مراتي وارجع لك تاني. مش عيب على فكره، افرض انا عندي بلانز تانية. وبعدين مين صاحبته دي اصلا وجايبها من انهي راي عشان تخش بيتنا؟ صاحبته حبيبتي تعرف عليها وجايبها عادي تصاحب عليها، اكيد مش لقيتها من الشارع. راح فين؟ راح اغسل سناني. شنو البيض ها؟ بقى كمان لازم اغسل سناني. ليه يا حبيبتي؟ كل ده لسه ما لبستيش؟ هقوم البس اي حاجه يعني. هما خلاص قربوا؟ فاضل لهم حوالي ربعاية وكانوا هنا. اقول لك حاجه بصراحه؟ قولي. انا ما برتاحش الكريم ده. ليه؟ معرفش، صايع كده وبتاع بنات، وانا اصلا ما بحبش الشخصيات دي. وبعدين بصراحه خايفه يرجعك لايام زمان وترجع بتاع بنات تاني. انا مش عارفه ايه اللي رجعه مصر ده. طب انا هقول لك على حاجه، عارفه الانطباع اللي عندك ده بسبب ايه؟ عشان الحكايه ده. استنى يا حبيبي، انت فين؟ تحت. طب اطلع يلا. مستنيينكم يا حبيبي. ماشي يلا، مع السلامة. نكمل بقى عشان هما طالعين بسرعة كده. الانطباع اللي عندك سبب حكاية انا كنت بحكيها لك زمان عندنا وكريم، بنات وخروج وكلام من ده، بس احنا كنا عيال ومراهقين. دلوقتي انا راجل متجوز وبحب مراتي، هو على فكرة فاهم وعارف ده. واقول لك على حاجة كمان، انت عارف ان كريم عاوز يتغير وبيفكر فعلا يتجوز؟ والله العظيم عشان خاطري يا بيبي. قابليهم كويس؟ اكيد هقابلهم كويس. يعني انت فاكرني قللت الذوق؟ لا يا حبيبتي. طب يلا بسرعة البس. يلا ماشي يلا. تعال تعال، راح فين؟ تعال بس تعال تعال تعال. أيوة استنى استنى استنى، خد أمي أقول لك، خد أمي أقول لك. تعال ودي. طب تعال هنا، والتانية والتالتة. ساحبك أسامة أسامة ساحبك. لا حبيبتي ميرسي، ما باكلش فشار. ايه دايت ولا ايه؟ لا مش دايت، بس بينفخني كده. طب انا عندي كريم كراميل اجيب لك؟ لا 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 ولا حاجه، مش قادره. على العموم انا كده كده عامله عشاء. والله ملوش لازمه ان انت تتعبي نفسك. انت بقى تعرفي كريم من زمان؟ تقدري تقولي من اسبوع كده. يا راجل خلص بقى خلص. اسبوع؟ يعني تقريبا ما تعرفوش بعض خالص. اصل هيحصل ايه يعني؟ هيطلع ايه؟ كل الرجاله بقت كتاب مفتوح خلاص. ده انت خبره. قصدك ايه؟ ايه ده؟ ايه ده انت قفشتي ولا ايه؟ انا قصدي ليكي تجارب وكده. لا عادي يعني، كان عندي كام علاقه في حياتي كده، بس بسمع كتير من صحباتي زميلاتي في الشغل كده يعني. بتشتغلي ايه بقى؟ بشتغل مضيفة طيران. واو شغلانه حلوه قوي. حلوه بس هي مرهقه قوي. تعرفتي بقى على كريم في الطياره ولا ايه؟ لا انا وكريم اتعرفنا في عيد ميلاد واحده صاحبتي. انا دلوقتي اصلا سايبه الشغل وبدور على شركه تانية. جول 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 جول. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ مش قلت لك هشيلك. اتفرج يا ابني، فاضل خمس دقايق لسه. اتفرج يا ابني اتعلم. سوري انا اسف، انا كان صوتي عالي. معلش انا صوتي بيبقى عالي بس في البلاي ستيشن، بس انا مش كده في الحقيقه. الله ريحتها حلوه قوي. انت اللي عاملاها دي يا اسماء؟ طبعا. لا خلي بالك اسماء جامده في الطبيخ، هي اكله واحده بس اللي بتجنن منها. ايه بقى؟ والله كان يعني كان، بس هي دلوقتي بتعملها حلو بصراحه. استنى اقول لك، سكرامبل ايج صح؟
انت عرفت منين؟ ده انت مسيح لي بقى. والله ما مسيح لك خالص، انا بس عارف صاحبي كويس قوي. هو زيزو بيتجاب من ايه؟ يا اما سكرامبلد ايجز يا اما بيض بالبسطرمه، معروفه يا عم. ده والله العظيم منع البسطرمه في البيت، تقولك بتعمل ريحه مش حلوه. عندها حق بصراحه. ممكن بقى تبطلوا كلام وتاكلوا. تسلم ايدك. ساعدك يا حبيبتي؟ لا لا خلاص انا خلصت، هدخل دول المطبخ وخلاص. على فكره انتوا بتشربوا سجاير كتير قوي. معلش بقى. يا كيمو. يا حبيبي عامل ايه؟ يا زيزو عايز اقول لك السهره جميله جدا والله. حبيبي نورتني والله. بقول لك ايه؟ قبل ما اجي لكم شركه ار ان جي كلموني وقالوا لي ان هم عايزين يقابلوني يوم الاحد. يا راجل. طب ما قلتليش ليه يا ابني ما انت كنت قاعد معايا؟ ما عشان ندى كانت موجوده وانا مش عايزها تعرف ان انا لسه بدور على شغل. اوكي فهمت. مين بقى اللي كلمك؟ صادق صبحي ولا مين؟ لا بيتهيألي واحده اسمها ساره باين. ساره رؤوف. عارف. طيب يا حبيبي على خير ان شاء الله. ربنا يوفقك. يا مسهل. وبقول لك سلم لي على اسمك جدا واشكرها لي. يوصل يا حبيبي ان شاء الله. سلام يا حبيبي. مع السلامه. تصبح على خير. ايه في ايه تاني؟ يا حبيبتي وكان في اولاني عشان يبقى في تاني. لا عادي بسأل عايز ايه يعني؟ مش عايز حاجة، راجل كلمني وطلب مني ان انا اشكرك بس. الله اكبر. تحية لله والصلاة والسلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرام. جامعة إن شاء الله. لما بشوفك بتصلي كده بغير منك. والله اللي غيران مننا يعمل زينا. الحاجة الوحيدة اللي بلوم عليها بابي ومامي إن هما ما عودونيش إني أصلي. وأنا أبويا ما كانش شيخ زاوية على فكرة. أنا ما حدش عودني على الصلاة. أنا اللي عودت نفسي بنفسي. بصي أنا أقول لك على حاجة. خلي الصلاة حاجة لوحدها كده، طلعيها بره أي حاجة في حياتك. إن شاء الله. هتوصلني؟ هوصلك يا حبيبتي، أحسن من أوبر والكلام ده. أنا كده كده أصلا هروح المكتب أشوف المهندس عمل إيه. دقيقة بالظبط هلبس وأجيلك، ماشي؟ اقعد يا زينة. خير يا مستر صادق، في ايه؟ محمود الالف يا ستي. ماله؟ دوشني كل شويه بيكلمني من دبي، بيكلمني على الموبايل اللي اسمه ايه؟ 7M. ايوه 7M. اللي ايه الاسم ده؟ يلا ما علينا، عايزين نخلص بقى يا زينب وناخد الديل ده. والله يا مستر صادق القصه دي مش عندي، المشكله دي كلها في الماركتنج ديبارتمنت، يعني عند اسمنت. طب هي جت ولا لسه؟ والله ما عنديش فكره، وانا اصلا لازم انزل حالا عشان عندي ميتنج في مصر الجديده. طب يلا الحقي طيري. اوكي باي باي. بقابليني لو وصلتي. باي باي. ها زيزو. لا انا نازل اهو قابل صادق. طيب خلاص يا معلم هكلمك اول ما اخلص. مشت عليك. سلام. على فكرة يا كريم أنا عارف قيمتك كويس جدا. يا ابني أنت صوتك مسمع. أقول لك حاجة؟ أنت تستحق أصلا تقعد مكان أنا الشخصية. بس أنا عايز أفهمك حاجة صغيرة قوي. أنت لو حطيت رجلك في شركة زي شركتنا دي وبقيت ماركتنج سوبرفايزر مش هتبقى خطوه لورا ابدا زي ما انت بتقول. انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه يا مستر صادق. بيتهيألي هيبقى صعب شويه. انا كنت فاهم ان انتوا مكلميني عشان البوزيشن بتاع الماركتنج مانجر.
بس انا بصراحه مصدوم شويه. ما هنسى، انا مش هسيبك ولا هخليك تمشي من تحت ايديا المره دي. هتشتغل معايا يعني هتشتغل، اوكي؟ بص، حط رجلك في الشركه بس، وانا كلمتي ما بتنزلش الارض ابدا. اول ما بوست عالي يفضى هحطك فيه. خلاص اتفقنا؟ قول اتفقنا. اتفقنا. بس طيب مين الماركتنج مانجر هنا اصلا؟ اسمة النجدي، انت بتعرفش ولا ايه؟ تقول مين؟ اسمة النجدي يا ابني، مراد زياد عبد الهادي. في انتوا مجانين ولا ايه؟ انت غريبة قوي، ازاي ما يقوليش؟ هو مش قايلك؟ اه والله ما قايل. ده غريب جدا. والله العظيم انا ما عارف ده دماغه ايه. طيب يا ابني، اذا كان هم اصلا متعرفين على بعض في الشركه هنا، امال انتيمو ايه بقى؟ ايه ده بجد؟ لا انا اصلا كنت مسافر في ابو ظبي، فهو لما قال لي اتعرف عليها في الشغل كنت فاكر في الشغل ان جنرال مش هنا في الشركه. طيب انت عندك مشكله ولا حاجه في الموضوع ده؟ لا خالص عادي، بالعكس ده يشرفني. طب يلا يلا بينا يا معلم. يلا مستني ايه؟ صباح الخير يا اسماء. صباح النور، ازيك يا مستر صاد؟ اتفضل. ميرسي. يا ابني انت مكسوف ما تيجي. ازيك يا اسماء، عامله ايه؟ كريم ازيك؟ ايه المفاجأة دي؟ تعمل ايه هنا؟ على فكرة زياد جوزك ده غريب جدا. هو زياد غريب فعلا ساعات. لا هو غريب قوي قوي يعني بصراحة. ليه؟ انا مش فاهمة، هو في ايه؟ انتوا بتتكلموا عن ايه؟ البي ما قلكمش ان انتوا هتشتغلوا في الشركه مع بعض؟ فعلا انت هتشتغل هنا معانا؟ يعني غالبا بس بيقولوا المدير بتاعي صعب قوي، مش عارف لو هو بلاني قوي ولا لا. ليه؟ هتشتغل مع مين؟ اسمه النجدي، الماركتنج مانجر هنا. كريم توفيق، الماركتنج سوبرفايزر. حبيبتي انا لو كنت قلت لك من الاول انت ما كنتيش هتتعاملي معاه بعفويه، وكنت هتفكري بقى ازاي اقابله كويس وبكره اتنك عليه وشغلانه كده، انا ما كنتش حبيبها. في نفس الوقت لو كنت قلت له كده هيقول لي طب خليه اثبت انت مش قايل لها، فاهم حاجه؟ فانا قلت اسيبها تيجي بظروفها وخلاص. والله انا شايفه ان كل ده اوفر، ما كانش الموضوع مستاهل كل اللفه دي. معلش بقى، هي جت معايا كده خلاص، والله دماغي جابتني لكده. ماشي كويس، خليه يشتغل، انا هلففه لك حوالين نفسه كده عشان ما يبقاش فضيلك خرجك مع الناس اللي زي اشكال ندى دي. الله، ده انت بتغير عليا بقى. لا طبعا انا ما بغيرش، بس انا ما بحبش حد يضحك عليا. لو عرفت انك بتخرج مع واحده من ورايا والله ما هتلاقيه. بتعرف ان كلامك ده بيضحكني؟ والله العظيم بيضحكني. ليه؟ يا بنتي حد يبقى متجوز اسم النجدي ويبص لبره، ده يبقى مختل عقليا. اهو كلام. طب انا هقول لك على حاجه اول مره اقولها لك، بس ما تتعامليش مع الكلام ده غلط. انا اول مره شفتك فيها كانت فكره ان انا اكلمك اصلا حلم. كون اتجوزك بقى ده ولا كان عمره يجي في دماغي، يعني ما كنتش اتخيله اصلا. فلما اتجوزك انت تشك ان انا ممكن اخونك؟ طب ازاي يعني؟ ينفع؟ هنشوف. معشان خاطر اطلب منك طلب. وحياتي عامليه كويس. والله العظيم كريم ده زي اخويا بالظبط. ممكن؟ افكر. طيب هو انا يا مستر صادق لما اطلب من الاداره الماليه رد بقالي اسبوع ومحدش فيهم يكلمني، اجي انا اتحاسب على ده ليه؟ ايوه بس هو ده اللي انا بتكلم فيه بالظبط كده. بونجور. طيب انا عايزه حضرتك تكلمهم وتعرف منهم ليه ده حصل، وقول لي ردوا عليك قالوا لك ايه. طيب ميرسي. ايوه ازيك يا كريم؟ كويس الحمد لله، مع اني متوتر شويه. متوتر ليه؟ بصراحه كده حاسس ان انا وجودي هنا مش على مزاجي. ليه بتقول كده؟ مش عارف، احساس كده بيقول يعني ان انتي مش بلعاني، وبصراحه انا غلبان جدا والله. مين ده اللي غلبان؟ الله يسامحه اللي كان السبب في السمعة المنيلة دي. هي من ناحية منيلة فهي منيلة خالص. ظلم صدقيني. لا مش ظلم،
بص بقى عشان تبقى فاهم، انا عندي معاك مشكله واحده. انا زياد كان دايما بيحكي لي انك بتاع بنات جدا وبتصاحب 3 و4 بنات على بعض، ولو واحده مش عارف توصل لها بتروح تخطبها عشان خاطر تصاحبها وبعد كده تسيبها. وانا ما بحبش الرجاله دي، وما بحبش الراجل اللي بيستقوى على البنات. ومش معنى انك تستقوى على واحده انك تروح تضربها، انت ممكن تستقوى على البنت بمليون طريقه تانية. اولا انا مش مصدق ان زياد فضحني بالشكل ده. ثانيا بجد بصراحه الكلام ده كان من زمان جدا، كنت عيل وعبيط وبعمل حاجات واذيت ناس كتير فعلا، بس انا اتغيرت وكبرت وعقلت بجد. يعني مش نفس الشخص اللي قاعد قدامك اللي زياد بيحكي عنه. بدور على استقرار، حب، جواز. ما رجعت مصر ليه يعني؟ يا رب يكون اللي بتقوله ده حقيقي. هتشوفي. المهم عايزين بقى نتكلم في الشغل. احنا دلوقتي في توكيل موبايلات مهم جدا عايزين ناخده، اسمه 7M. اكيد انت سمعت عن الموضوع ده لما جيت الشركه. احنا دلوقتي اهم حاجه عندنا ان احنا عايزين نبقى عندنا افكار جديده ويبقى في تكنيك مختلف ننزل بيه السوق. عندك وقت قد ايه؟ شهر بالظبط، ولازم اكون مقدمه كل حاجه عن الموضوع ده. ياه شهر؟ انتوا ايقاعكم هنا غير ابو ظبي خالص. طيب اديني كده يومين ثلاثه وانا هطلع بالكونسبت. يومين ثلاثه ايه؟ انت فاكر نفسك كمبيوتر؟ لا كمبيوتر ايه، انا اللي بشغل كمبيوتر. بس انا بس محتاج كده بس كل الداتا اديهاني والهام كده من عند ربنا، واديني يومين ثلاثه وهتلاقيني جاي لك بكونسبت اعرضه عليكي. ماشي اتفقنا. اوكي. انت بقى مستغربه ان هو قالك يومين ويخلص؟ ايوه طبعا، الموضوع ياخد اكتر من كده بكتير. مش عايز افاجئك واقول لك ان يومين ده هو كده بطيء. الطبيعي بتاع كريم ان هو بينجز اي حوار في 24 ساعه. يا بنتي احنا كنا مسمينه ملبوس. مش للدرجات دي يعني. والله العظيم يا بنتي اشطر مني ومنك 100 مره مثلا. شكله ملبوس فعلا، ده بيتكلم. طب شوفي كده عايز ايه. الو؟ ايوه كريم. اه اسال. خلصت ايه؟ انت قلت عايز يومين وفات 6 ساعات بس. طيب خلاص انا هاجي بدري بكره نص ساعه عشان نقعد مع بعض. طيب اوكي. وانت من اهل. بيقول خلص. شو قلت لك؟ بقول لك ايه؟ ما سيبك من الشغل شويه بقى، انا عايز اتكلم معاك في موضوع. ايه؟ انا بقول بقى يلا نخلف ممكن. انت ايه اللي طلعها في دماغك فجاه؟ مش انت اللي كنت بتقول ناجل 2 سنين؟ اه انا قلت كده فعلا. انا قلت كده عشان حاله الماديه ما كانتش مستقره، ما كنتش عارف موضوع مكتبي هيمشي ازاي. دلوقتي الاتفاقات اللي انا بعملها مع الشركه الصينيه هتخلي حاله الماديه كويسه جدا، فانا بقول ان احنا نتكل على الله بقى. مش عارف، خليني افكر في الموضوع ده. تفكري؟ غريبة دي، ده انت كنت متحمسة للموضوع أكتر مني. أيوة طبعا ولسه متحمسة، بس تعالى نأجل الموضوع ده شهر أو شهرين، أصل أنا عندي شغل كتير جدا الفترة الجاية. ماشي ولا يهمك. بصي بقى ده كونسبت أنا قعدت أشتغل عليه، عايزك تبقي تبصي عليه وتقولي لي ايه رايك. تمام وريني. ده الديزاينز اهي. اوكي. اهو. يا ابن اللذينة ازاي جات لك الفكرة دي؟ سوري مش قصدي على لا ابن اللذينة. لا لا ايه يا رب اللذينة فعلا. ولا سوري ولا حاجة. اهو استني. طب اقعد ايه بس، احنا ورانا شغل. بصي انا فكرت في حاجه دلوقتي، لما الناس تبقى عايزه تشتري تليفون Thank you.
ايه تعبت؟ شوية بس ايش تعب؟ مبسوط بجد مبسوط وانت شغال معانا؟ اكيد طبعا. بصراحة يعني انا مش بحس ان انتي مديرتي خالص بجد؟ بحس ان احنا تيم كده وعجباني قوي الكيمستري اللي ما بيننا بجد. بقيت بابا مبسوط قوي كل يوم الصبح وانا جاي الشغل. وانا كمان متحمسه قوي وانا جاي الشركه، كنتش كده قبل كده. ده من ساعه ما انا جيت. ايوه. طب ده معناه ايه؟ مش عارف. هات لي فوطه من عندك يا كريم. كريم؟ كريم مين يا حبيبتي؟ وانا قلت كريم؟ يخرب بيته واكل لي دماغي من الصبح. لا واضح ان هو لسه واكل دماغك لحد دلوقتي. امسكي. والله يا استاذ شريف انا مش عارف اعمل معاك ايه بصراحه. لا انا مقدم لك لحد دلوقتي 4 تصورات مفيش حاجه عاجباك فمش عارف اعمل ايه. لا ما اقصدش ان انا مبقاش عندي يعني. طيب ماشي اديني لحد بكره بالليل زي دلوقتي كده وهرجع لك بتصور. ماشي ماشي مع السلامه. بعدين بقى في من المجنونه ده. يا كيمو عامل ايه يا حبيبي؟ انت في البيت؟ طب اقول لك ايه هتجيلي اجيلك. اه عايزك. لا 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 حوار شغل. طيب يا حبيبي مستنيك. ماشي بتتأخرش. مع السلامة. ليه زيد؟ يعني أنا جاي أقعد في الليفنج براحتي جايب لي كريم؟ هو مقرر عليا صبح وليل؟ معلش يا حبيبتي أنا عايزه في حوار شغل والله. على فكرة أنا مديرته خد بالك من الموضوع ده. لا ما أنا واخد بالي بس أنت عارفة كويس قوي إن وضع كريم ده وضع مؤقت وإن مش ده مكانه الطبيعي. كريم أقوى مني ومنك. ماشي بس على الأقل أبقى خد رأيي. إيه ده؟ ده جه بسرعة قوي. حبيبتي ساكن في العمارة اللي جنبنا عادي يعني. طب انا هسيبكم بقى تقعدوا براحتكم واخش جوه. ماشي. جاي اهو. انا ابتديت احس احساس غريب وعايزه اشارككم اللي انا حاسه. فاكر لما انت كنت عايز تظبط البيت وعايز تخش؟ ما تفكرنيش ما تفكرنيش. انت فاكر لما بابا دخل عليك؟ يا نهار اسود على اليوم ده، يا نهار اسود. ده كان يوم ده. قول للبيل اللي عندك انه لو اتاخر بكره في الشغل هزعله، ما يرجعش بقى يقول اصل انا صاحب زياد، انا ما عنديش هزار في الشغل. هو دخل فتح الباب على الفجأة اهو. كان ايه؟ بس انت بعد في الاوضه. يا بص جوزك حبيبتي ومش راضي يروحني وبيشربني حشيش كمان. لو انت غلبان قوي انت الضحيه مش كده؟ بقولك ايه لو سمحت وطوا صوتكوا عشان عايزه انام. اللي انا حاساه ده مخوفني. حاسه اني ابتديت اتعلق براجل غير جوزي وانا ما اقبلش بكده. لازم اوقف الاحساس ده صح؟ أنا بسأل مين؟ طبعاً ده غلط ولازم أوقف الكلام ده.
صباح الخير. صباح النور. حضرتك متاخره باين؟ لا انت اللي جاي بدري. في حاجه معينه عايز تثبتها عشان كده جاي بدري؟ انا مش محتاجه اثبت حاجه، انا شاطر وملتزم بطبعي. شاطر وملتزم، اوكي. طيب يا شاطر تعالى لي على المكتب كمان نص ساعه عشان عايزك. طب وليه كمان نص ساعه؟ طب ما انا ممكن اجي دلوقتي، انا خلاص يعني شغل خلصت. تحمس الاوبر. طيب يا شاطر دي بقى، استني كده. ها؟ يا شاطر دي. رمضان لو سمحت هات لي النسكافيه بتاعي. تشرب حاجة؟ ممكن قهوة مظبوط. وواحد قهوة مظبوط لأستاذ كريم. اه هو عندي في المكتب. شكرا. طب ايه؟ يلا نبدأ؟ لا 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 استنى عليا لما فوق اشرب النسكافيه بتاعي. انا قلت لك استنى نص ساعة، انت اللي اصريت تيجي. انت من الناس بقى اللي لازم تشرب قهوتها على الصبح عشان تعرف تتعامل مع البشر. اه انا كده جدا. وبتقعدي بقى ايه تصوري النسكافيه بتاعك بالفوق صح؟ حطي على الانستجرام وانا عارف انا، وتحطي الايموجي سانشاين وتقولي جود مورنينج. لا طبعا انا مش بعمل حركات. لا 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 بتعملي كده، هو اصلا نسكافيه مر وعايزه تبين للناس ان الحياه جميله صح؟ ايه الغلسة دي؟ يعني بصراحه ممكن اعمل كده يعني مره او مرتين بالكثير. اه ماشي. انا هرشك، انا هرشك مش فارقه معايا على فكره. اخبارنا ده ايه صحيح؟ ندى مين؟ اه ندى قشطه، الحياه لطيفه. هي ظريفه على فكره. اه ظريفه جدا، بس عارفه كده داخله جده قوي يعني. عارفه الناس اللي عايزه تتجوز وخلاص؟ اه عارفاهم، ما انا اتجوزت كده. اوه سوري مش قصدي. لا لا ما تفهمش غلط، انا طبعا بحب زياد. بس انت اصلا عارف احنا اتجوزنا ازاي؟ لا بصراحه هو عمره ما قال. صاحبك ده اصله غريب قوي، فضلنا قاعدين في وش بعض في الشركه سنتين، كل يوم نشوف بعض بس مفيش اي حاجه بينا، ولا قال لي اي حاجه ولا قال لي بيحبني، مفيش اي حاجه من الكلام ده. وبعدين فجاه لقيته داخل عليا بيقول لي انا عايزه اتجوزك. انا ساعتها كمان كنت عايزه اتجوز، ولقيته راجل محترم وكويس، فقلت ليه لا، فوافقت في نفس القعده. ده بجد؟ يعني مفيش بقى حب بقى وشحتفه واو ولا سسبنس ولا اي حاجه خالص؟ لا طبعا في سسبنس، بس السسبنس بقى كان بعد الجواز، لان احنا بقى كنا كل واحد عايز يشوف اللي اتجوزه ده هيطلع ايه. واو انا عمري ممكن اعمل كده، مستحيل يعني. انا لازم على الاقل ابقى عارف الشخص اللي قدامي كويس واكون بحبها ونقعد مع بعض فتره وبعد كده افكر في الجواز. عندك حق، بس برضه هما بيقولوا ان الحب بيجي بعد الجواز. ده اكيد اكيد يعني. انا ستي وجدي اتجوزوا كده وبيحبوا بعض دلوقتي يعني، بقالهم سنين. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ حلوه قوي، برافو عليك. اصلا من اول الشتاء وانا نفسي جدا في شوربه عدس. اي خدمه. بقول لك ايه، كريم كان كلمني من شويه لو حابين نروح السينما، وهيجيب اسمها ايه صاحبته دي؟ ندى؟ اه بالظبط كده. مش قادره خالص، اصلا رحت المكتب النهارده ساعتين وكل الميتنجز كانت بره. بلاش انا النهارده. طب هقول لك على حاجه، احنا ممكن نكلمهم وهم ييجوا ونتفرج على فيلم سوا ونجيب عشاء وكده. لا لا فكك بقى. يا حبيبتي عشان انا قلت لهم بس اوكي على السينما. هو انت ليه زياد بتاخد قرارات في كل حاجه من غير ما تسالني؟ يعني افرض انا ماليش مزاج مثلا. لا والله مش قصدي خالص، بس انا عارف انت بتحب السينما فعشان كده قلت له اوكي. ايوه مش معنى ان انا بحب خروجه السينما ان انا عندي استعداد اروحها كل يوم. هو ايه القفش اللي ملوش لازمه ده؟ مش قفش ولا حاجه، انا ما بحبش طريقه فرض الحاجات عليا كده، يعني انا مطلوب مني دلوقتي اخش البس وانزل من غير ما يكون ليا اي راي في الموضوع. على العموم خليهم يجوا، اهلا وسهلا. ازيك؟ ازيك يا كريم؟ امال فين ندى؟ متخلفه غيرت رايها في اخر لحظه. طب اتفضل ادخل. امال فين زياد؟ بيصلي العشاء. ده بجد؟ ده اللي يجيب له معايا بيره. هو زياد كده كل حاجه وعكسها. طب احكي لي عملت ايه في الميتنج بتاع النهارده؟
قصص طويله قوي، هحكي لك عليها بكره ان شاء الله. تكيمو زيزو عامل ايه؟ وحشني. وانت كمان حبيبي. خش اقعد. خش خش خش. حرما يا شيخنا. جمعا. بصلي يا ابني ولا لا؟ يعني انت خطيف كده يعني، بس ان شاء الله هظبط هظبط. يا ابني الصلاه دي اهم حاجه. انت بتصلي وبعد تجيب بيره؟ والله مش احسن من اللي ما بيصليش خالص. طيب بما انها بقى قعده رجاله كده هخش انام انا. صباح الخير. انت نقله يا حبيبتي. شكلك احرجتها يا معلم. مش هي اللي اتكلمت في البيره. رخامه برخامه بقى. سيبك منها، تعالى على بلاي ستيشن. ماشي يا عم الغد. معاك فتاحه ولا هتقعد تفتحهم ببقك بقى والجو القديم ده؟ ببقي. يلا. انا لسه قدامي شويه على فكره. على ايه؟ مش هتيجي معايا ولا ايه؟ انا طلبت اوبر. اشمعنى؟ عشان مش عايزه اتضايق ولا اعصب نفسي على الصبح. انت قلبه وشك من امبارح ليه؟ عشان عيب قوي تتكلم في حاجات خاصه قدام صاحبك. ليه تقول قدامه ان انا ما بصليش؟ طب ايه المشكله؟ طب ما انت اتريقت عليا انا كمان واتكلمت على البيره. ايوه بس هو صاحبك يعني عارف ان انت بتشرب بيره، لكن هو ماله هو يعرف انا بصلي ولا ما بصليش؟ انت مش شايفه ان انت مكبره الموضوع؟ لا هو الموضوع كبير وكويس قوي ان انا ما ردتش عليك قدامه. عيب اول لما اكون بكلمك وتمشي وتسيبيني. تمام قوي. صباح الفل. صباح الخير. ها نمتي كويس؟ اه عادي نمت يعني. دي كويسه؟ في ايه يا كريم؟ انت شايفني مالي؟ مش عارف يعني، حاسك متضايقه. من فضلك يا كريم انا ببعت ايميل مهم، في حاجه مستعجله؟ لا ابدا، انا بس جيت اصبح عليكي. بعد اذنك. اتفضل. يا ندى. يا ندى مش كل مره في حوار جديد. ايه ندى؟ أنا واضح وصريح من الأول، من أول يوم. طيب ماشي أوكي فاهميني. لا فاهميني. مشغول؟ لا ثانية. طيب بصي هرجع أكلمك تاني بس عشان اتشغلت دلوقتي. ماشي باي. دي ندى؟ لا دي ماما. اوكي. انا جاي اقول لك سوري، انا حاسه ان انا كان دمي تقيل الصبح بصراحه. انا اتخضيت، انا فكرت اصلا ان انا امشي من الشركه كلها. ايه شغل العيال ده بجد؟ فكرت تمشي؟ اه والله اهي استقالتي ابتديت اكتبها. لا بجد كرامتي وجعتني قوي، بس انا كرامتي عندي اهم من اي حاجه. هتطلع كده برج الاسد. اشمعنى؟ هما الاسود بيعرفوا بعض، اصل انا اسد برضه. طب بجد؟ يا لهوي ده الموضوع هيبقى صعب قوي، ده احنا نقعد نطقش في بعض بقى، الصراع على السلطه. بالعكس احنا كده احسن عشان نبقى فاهمين بعض كويس ونلعب على المكشوف. يعني انا عارفه مثلا ان انت عينك على مكتبي. انا خالص ابدا ابسوليوتلي انا عيني على مكتب صادق. ايه ده؟ مش انت بتقول ده؟ وطي صوتك كل عيش. لا انا اكيد بهزر يعني، انا اصلا مش هطول هنا كتير يعني، انا بس بجس السوق و if I like the market هفتح my own business. ايه ده هتبعنا بسرعه كده؟ لا مش بسرعه قوي يعني شويه، وبعدين بفكر ان انا اجيبك تشتغلي عندي، قصدي نعم. معايا as partners. بس تعالي ما نبعدش عن الموضوع عشان انا عايز اعرف انت كان مالك النهارده الصبح. عادي كان مودي مش حلو وخلاص. افهم من كده ان كل مره مودك ما يبقاش حلو هتعامليني بالاسلوب ده؟ اكيد لا. انت كنت زعلانه من اللي حصل امبارح؟ يعني انت عاجبك اللي زياد عمله؟ لا طبعا، بس صدقيني هو ما يقصدش. دي مش أول مرة زياد يحرجني قدام الناس، وكمان أنا طول عمري كنت عايشة في فرنسا ومامي وبابي ما عودونيش على الصلاة، بس أنا بحاول والله. إيه ده؟ tu parles français؟
آه وي بيان سور إي توا؟ لا هو ده بس اللي أنا بعرف أقوله فما تحرجنيش أكتر من كده. إيه ده في جروب اتعمل إحنا الاتنين فيه. آه ده صادق بيعزمنا على عيد ميلاد مراته. أهو لسه عامل أد لزياد أهو. هتروح؟ بصي لو أنتي وزيزو هتروح أنا هروح. بس غير كده أنا مش هروح. هنشوف. المهم ما تزعلش مني. مش زعلان. خلاص صالحتك. بس ما تعمليهاش تاني. هعملها عادي. عشان والله هو أنا ليه ما قلتلهاش إن أنا بكلم ندى؟ الو ايوه حبيبتي ايوه يا زياد انت لسه متضايقه لا خلاص والله مش متضايقه طيب شفت المسج بتاع صادق اه شفتها طيب هتعمل ايه مش عارفه لو انت عايز تروح انا اوكي وكريم كمان قال لو احنا هنروح هيروح طيب هقوله بيتهيالي ما عندوش حاجه طيب اوكي باي الو ايه يا كريم زياد بيقولك تيجي تتغدى معانا لا انا اللي قلت له هقولك طيب ماشي يلا باي قدام كل الناس فعلا اه والله هو ابلم وما عرفش يعمل ايه وفجاه راح واخد بعضه كده وماشي والناس كلها قاعده الحمد لله على السلامه ازيك يا اسماء ازيك انت الحمد لله احكي لي كريم عامل ايه معاكي ادينا بنتعلم والله كلنا هنا بنستفيد من بعض ادينا احنا بنتعلم مني كريم ده قصه تانية خالص انا في حياتي ما شفت مار كتير كده قبل كده عامه انا اعرف زينب من زمان وشهادتها مجروحه على فكره عرفت بقى انها لسه متجوزه قريب اه طبعا ربنا يسعدك حبيبي ربنا يخليك يلا ادينا بنجرب لا خير ان شاء الله طيب عن اذنكم يا جماعه باي 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 يا زينب انت خلصتي مروحه ولا ايه؟ اه خلاص الساعه 5:30 انت لسه وراك حاجه هتعملها؟ لا انا خلصت تروحي ازاي؟ باوبر حد يطلب اوبر وكريم موجود ينفع كده؟ خلاص اصلا الراجل وصل انا مفيش الكلام ده هيتلغي وقتي حرام عليك الراجل جه بعدين جوزك هيطمن اكتر وانتي معايا ولا تحبي نكلمه ونساله؟ لا خلاص طيب هلغي اللي مش هيجي عيد ميلاد مراتي هيترفض هو انا قلت لكم اللي مش هيجي عيد ميلاد مراتي هيترفض؟ خلاص 11 ونص اسكت ما تسيح عشان مش قايل لكل الناس ما تنساش تجيب صاحبتك معاك باي طيب هروح اجيب حاجتي بقى يلا بينا يا اسمت مع ان البدايه ما كانتش مشجعه قوي يعني بس عندي احساس ان احنا هنبقى اصحاب عندك حق انا برضو في الاول كنت مقلقه منك شويه بجد ودلوقتي لا لا دلوقتي تمام تعرف زينب من زمان؟ زوزو؟ زوزو دي قصة كبيرة قوي في حياتي ايه؟ كنتوا مرتبطين؟ اوكي انت اسمك اسمة وقلنا ماشي لكن تقولي لي بقى كلام زي انتوا مرتبطين وكلام الابيض واسود ده والله مش هينفع نبقى اصحاب خلاص كنتوا متصاحبين؟ اه كنا متصاحبين لا وكنا بنحب بعض كانت قصة كبيرة كده ياه اكيد بقى اتضايقت قوي لما قالت لك انها اتجوزت لا بالعكس خالص لا ده الحوار قديم قوي يعني تاريخي وبعدين احنا بقينا اصحاب بعديها وبجد زي اختي يعني
بالعكس انبسطت قوي لما عرفت انها اتجوزت وربنا سترها. قصدي ربنا يسعدها. زياد بيقول نروح لعيد ميلاد. طيب حلو. ام ان عزيزو يا كيمو انت فين؟ ما انتخ شوية بس عشان الخروجة بتاعت بالليل. ده ما انتخ ايه يا معلم؟ ما ينفعش، ده انا جايب اكلة سمك يا ابني، ايه تستاهل بقك الغالي. مش قادر والله يا زيزو، مش قادر، تعبان. لا 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 لا، مفيش الكلام ده. على الحرام من دينا لما جيت لاجيبك بلبوس. لا لا، انجز انجز انجز. يلا مستنيك. يلا يلا يا ابني بقى، خلص بدل ما اعملها معاك. يلا. طب خلاص خلاص، ماشي ماشي. قشطة. باحب. سلام. الله يخرب بيتك يا زيزو. امسك بقى البربوني دي. لا 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 والله انا بس قادر حبيبي، امسك قادر. عشان خاطري، كل عشان خاطري، انا مصي على الاكله دي من اول امبارح، قلت له ما يكلمنيش الا لما يجي له الاكل طازه، يعني الليله دي كلها انا عاملها عشانك، عيب. كل عشان خاطرك بس يا زياد، بس والله انا مش قادر. نعم كله انت ساكت يا حبيبتي، ما بتاكليش كده. لا خلاص انا شبعت، بطني على اخرها. شغل الفرافير ده، ده لسه في كابوريا. كابوريا؟ لا مع نفسكوا بقى. كل شبه مش ممكن يا زياد، تعمل زي خالتي والله العظيم. بطني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش قادر. قلت لك بطل تفاصيل. بطني بتوجعني قوي. طب اشرب شويه شاي. لا لا لا، هدخل الحمام ارجع. ده اخرت بقى ايه، زلط السمك بشوكو. مش ممكن، انا شاك انه بيحب الاكل اكتر مني انا شخصيا. لا ده اكيد. انت هتقولي لي انه بيحب الاكل اكتر من اي حاجه في حياته. حلوه اللمه دي عليكي. لمه ايه؟ لمه شعرك. وشك حلو، فلما بتلمي شعرك بيبان اكتر. ميرسي. ايه؟ مفيش، بس بصراحة أول ما جيت مصر كنت متخيل إن هبقى لوحدي، يعني بما إن أمي وأبويا عايشين في أبو ظبي وأخويا الله يرحمه، تقريبا ماليش حد هنا. بس بصراحة أنتي وزياد يعني محسني إن عندي عيلة. أيوة طبعا، إحنا إخواتك. بعدين سبحان الله على موضوع الشغل ده. ترتيب غريب بس حلو. انتوا اتصالحتوا؟ احنا ما كناش متخانقين، انا كنت زعلانه شويه وخلاص، وبعدين هو كلمني صالحني. عامة يعني محدش يقدر على زعلك يعني. طب انا هقوم اطمن عليه. طيب انا اروح اخد شاور بقى عشان مستعد بالليل. اوكي. حبيبتي يلا. ايه رأيك؟ شعري حلو؟ زي القمر حبيبتي، يلا بينا بقى. انت ايه اللي انت لابسه ده؟ مين ماله لبسي؟ يعني ما لقيتش غير البلوفر المدبر القديم ده تلبسه؟ معلش يا حبيبتي، هو قديم بس انا بحبه، شكله عاجبني، وبعدين هناك المكان ضلمه محدش شايف حاجه. ممكن يلا بقى عشان ندى وكريم مستنينا تحت واحنا كده متأخرين. طب نضف جزمتك. ماشي بالعربية يلا. هو احنا هنروح كلنا بعربية واحدة؟ فيها مشكلة عندك؟ لا مفيش مشكلة يعني، بس انا ندى دي مش حباها خالص. حبيبتي هو انت ما بتحبيش حد خالص؟ طب انت تعرفيها منين عشان تحبيها ولا ما تحبيهاش؟ انت شفتيها مره واحده في حياتك، وبعدين كريم نفسه انت ما كنتيش بتحبيه، ولما اتعاملت معاه قلت عليه حد لطيف وكويس وبتاع. يلا بقى يا ماما بقى خلصينا بقى. انا كنت بقول رايي يعني. طب يلا. بقول لك ايه، هو انت رجعتي من الشغل ازاي النهارده؟ مع كريم. مع كريم؟ ما قلتليش ليه؟ ما قلتلكش امتى، قبله ولا بعد؟ قبل او بعد او اي حاجه. انت ايه اللي فكرك؟ لا عادي، بس اوبر ما بعتليش مسج زي كل مره فاستغربت فقلت اسالك. وانت اللي ضايقك اني ما قلتلكش ولا ان انا رجعت مع كريم؟ بص يا حبيبتي، كريم زي اخويا وانا ما عنديش مشاكل معاه،
بس الناس مش هتفهم كده. تمام؟ يلا يا ماما خلصي. هما تأخروا كده ليه؟ هما تأخروا على حاجة، مبقلهمش خمس دقايق. كريم أنا في حاجة مضايقاني. إيه اللي مضايقك يا ندى؟ هو ليه لما بتصل بيك مش بترد عليا؟ حتى الواتساب بتدخل وتشوف وبتعمل عندي سين وبرضه ما بتردش. لا خالص على فكرة، أنا ما بردش عشان ببقى مشغول وبرجع أرد عليكي أول ما بفضل. فبليز بلاش تاخدي الموضوع بشكل شخصي. نعم جدا. هاي معلش اتاخر يا جماعه عادي. انا اسف انا اسف. ايه زيزو مره حبيبي مره ازاي الحلاوه دي؟ بقول لك ايه، انا جايب لكم ازازه من الديوتي فري اللي انت بتحبها. زينب اقعدي لي مع كريم واسمك بقى وخلصي لي الموضوع ده، ظبطه لي عشان خاطر محمود الالفي روش لي دماغي وعمال يرغي. يعني وقت الكلام ده دلوقتي؟ خليني نفصل بقى شويه. افصلي يا اختي افصلي حبيبي يا مستر صادق. زف كيمو اسمك قمر تفضل حبيبي. وحشني وحشني يا زول. وحشني يا عمر. ايه يا عمر؟ ايه ما تعرفش ندى؟ الو صادق مديري. الو رنوش مراتي عارفينها ولا ايه؟ زعلان. كل سنه طيبه. كل سنه طيبه. اهلا ازيك. قول لي بقى الراجل ده عامل معاك ايه؟ الراجل ده فرود يا معلم. اقول لك حاجه؟ لولا اسمك مراته انا كنت نطرتها وحطيته مكانها. يا باشا خدها. ايه ده؟ انا سمعته ده. انا سمعت صح؟ لا لا خالص يا حبيبي. لا لا سمعت صح. والله يا حبيبتي والله يا حبيبتي. انا بحب اكتر من اسمك مراته. يا عم يا ربنا يحبكم في بعض. ترقصي معانا ليه؟ مش قادره. ما هسالك عنك انت. اه اكيد. وانتي؟ انت مش بتقول كل واحد عنده حاجه مخبيها؟ يبقى اكيد انا كمان عندي حاجات مخبيها. حلو ده. بس فعلا الشرب بيخلي الواحد عايز يتكلم. طب ما تتكلمي. ايه؟ هقولك. انت ايه؟ هقولك. انا ما بحبش زين. انتوا واقفين كده ليه زي خيالي مات؟ لا ابدا، كانت ندى بس راحت تسلم على ناس اصحابها فاحنا مستنيها. طب يلا نقوم ناكل عشان جعان. جعان تاني؟ اه. انا ما بحبش اكل وانا بشرب. لا انت شربت كتير اصلا كفايه كده. في ايه؟ هو انا عمري قلت لك انت بتشرب قد ايه؟ انت بتتكلمي معايا كده ليه اصلا؟ انا بتكلم عادي. انت كل حاجه بقيت متوتر منها كده. اشرب. ما انت عمال تشرب من الصبح. اشرب براحتك. مالك كريم؟ كريم في ايه؟ مالك زياد؟ في ايه؟ طيب ايه ايه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبي. خد قهوة ولا حاجة أو ينسون. يا اسمك اعملي له ينسون ولا حاجة كده. صباح الخير. شكلها متضايقه من زياد قوي. لا هي بس تلاقيها قلقانه عليه شويه.
انا بعرف الست ما تكون متضايقه من الراجل اللي معاها. بصراحه عندها حق، الراجل اللي بيشرب ويأفر ده بيبقى شكله مش حلو خالص. اللي مش قد الشرب ما يشربش. هو بس زياد خمرته وحشه. يعني ايه؟ يعني لما بيشرب بيخرب. كريم، هو انا ممكن اسالك سؤال؟ لما تقعدي تسالي سالي على طول. هو انت ليه بتخرج معايا؟ او ليه بتعرفني اصلا؟ ده فجاه كده؟ لا مش فجاه، بس انا بصراحه بحس ان انت مش انترستد فيا اصلا، وفي نفس الوقت الاقيك بتكلمني وعايز تخرج معايا، ولما بخرج معاك ببقى بجر منك الكلام كلمه كلمه. انا ما بقتش فاهمه، هو انت عايز ايه؟ لا ده احنا لسه بنتعرف على بعض. وهنقعد بقى نتعرف على بعض لحد امتى؟ انت عايز تعرفي مشكلتي معاكي؟ ان انت مستعجله، عايزه تجري في العلاقه. طب ليه ما نمشيش واحده واحده، مرحله مرحله؟ ويا ترى بقى احنا في مرحله ايه دلوقتي؟ احنا في مرحله اعجاب. انا اي لايك يو، وبالتالي انت يو لايك مي، صح؟ لا اتكلم عن نفسك، انت عديت معايا مرحله الاعجاب يا كريم. بس تمام، بعد بقى مرحله الاعجاب ما تخلص هنخش بقى في مرحله تعليق البيت، ها؟ ونقعد بقى نحب بعض شويتين براحتنا، شهر والتاني، وتيجي تقول لي زهقت باي باي. تمام، انا ماشيه كده مع المراحل بتاعتك صح؟ واو، ده انت رحتي بخيالك لشهور قدام. ندى، انا بحب اعيش اللحظه بلحظتها، محبش اسبق، معرفش ايه اللي جاي، ممكن اللي جاي يبقى حب، ممكن يبقى جواز، ممكن لا، هو نوز. ماشي يا كريم، انا ههدى على نفسي شويه وهدي فرصه لعلاقتنا انها تتطور مرحله مرحله زي ما انت عايز، بس يا ريت يا ريت ما كنش مجرد تسليه. زياد لو سمحت قلت لك 100 مره ما تشربش سجاير في الاوضه اللي بننام فيها. معلش يا حبيبتي مش هموت من مره. طب معلش هطفيها. لا انا مش هطفيها، بقول لك خفي من الطريقه اللي بتتكلمي بيها دي عشان مش عجباني. طريقه ايه؟ بتتكلمي بطريقه اجريسيف، وبكلمك وبتكلميني وانت مش بصالي، ده غير كمان انت بتزق ايدي وانا بكلمك، وبتتريق على لبسي كمان، في ايه مالك؟ وانت هتطلع الكاسين اللي شربتهم عليا؟ وانت شايفاني متطوح قدامك؟ لا بس كنت بتتطوح هناك ورجعت في وسط الناس وخليت شكلنا زي الزفت. وايه المشكله لما ارجع يعني؟ معدتي تعبت شويه عادي يعني. لما انت معدتك حساسه كده بتشرب قوي كده ليه؟ واضح ان كان في حاجه في الاكل وفي الدرينك نفسه. والله انا وكريم وندى واكلين من نفس الاكل وشاربين من نفس الشرب، واضح ان انت اللي بتحب تزودها قوي. طب بقول لك ايه؟ ما تخليكي في حالك. لا بجد خليكي في حالك بقى. خش نام. هتقرف. الو يا كيمو، انت صاحي؟ لسه داخل البيت دلوقتي. انت كويس؟ لا انا تمام بس مخنوق شويه. انت قاعد لوحدك صح؟ يا عم. طيب انا هاجي لك اقعد معاك شويه. تعال مستنيك. يلا ماشي يا حبيبي، سلام. وحاجات كتير بقى شبه دي، كل شويه انتقاد وكل شويه اعتراض ومش عاجبها حاجه. عارف ان انا ما بحبش حد يتكلم معايا ولا يفتح بقه معايا. يعني مثلا النهارده غسلتني، اقسم لك بالله غسلتني، عشان هي شايفه ان البلوفر موبر وقديم. طب بذمتك البلوفر ده وحش؟ هو دمه تقيل بصراحه. ده يا راجل. ايوه يا زياد، انا فاكر البلوفر ده من قبل ما اطلع انا اصلا ابو ظبي. طب ايه المشكله؟ ما دام البلوفر شغال وكويس وشكله حلو، ايه المشكله لما البسه يعني؟ يا عم حتى لو قديم. عادي. المشكله مش في كده كمان. طريقتها معايا يا كريم،
مش طريقة واحدة بتحب جوزها وخايفة عليه، على طول الكلمة بالكلمة والرد بالرد وبتعند في أي حاجة. حتى النهاردة لما بطني وجعتني وحسيت إن أنا عايز أرجع، المفروض إن أنا ألاقي في عينيها نظرة واحدة خايفة على جوزها بتحبه، لا لقيت في عينيها كده نظرة غريبة قرفانة مني وشمئزاز. دي القرف اللي أنا عايش فيه ده؟ ما أنت المفروض برضو تكلمها في الحاجات دي، ما تخليش الحاجات دي تتراكم. بقولك إيه؟ أنا هروح أجيب حاجة أنقنق فيها. ماشي. وهتحاول نشربها كمان ها؟ ماشي. حد بعت لك حاجة؟ يا ندى دي ولا ايه؟ ندى. بقول لك هي اسمها عارفة ان انت هنا؟ لا تلاقيها اصلا ما تعرفش ان انا مش في البيت. فهمت. فهمت ايه؟ لا اصل انت برضه يا زيزو بتعمل حاجات غريبة، يعني بتنزل من البيت الساعة 3:30 الصبح ومراتك ما تعرفش انت فين. وانت بتحبها؟ بص يا كريم، انا قعدت سنة ونص اراقب مراتي من بعيد من غير ما تحس بأي حاجة. يعني كنت بشوفها مثلا بتحب ايه، بتقرأ ايه، بتتكلم ازاي، بتتصرف ازاي، بتتكلم مع الناس بأني طريقة، لحد ما حسيت ان انا بحبها. وفي اليوم اللي حسيت فيه ان هي لما بتغيب عن الشركة بيبقى يوم اسود على دماغي، قلت خلاص انا لازم اخد خطوة. مكنتش خايف بقى ان حد يجي يتقدم لها في السنة ونص دول؟ لا كنت خايف طبعا، وخايف قوي كمان، بس كنت خايف اكتر ان انا اتجوزها وانا مش واثق ان انا بحبها. عشان كده اول ما حسيت ان انا بحبها خدت الخطوه على طول، وتقريبا خلصنا كل حاجه في شهر. تعرف اخوك بقى؟ طبعا. ايه اللي انا بعمله ده؟ انا ابتديت احس اني مش بحب جوزي. ايه رايكم اطلب الطلاق؟ من وقت ما اتجوزت حاولت احب جوزي، بس مش عارفة لحد دلوقتي مش عارفة. تفتكروا أطلب الطلاق؟ صباح الخير. صباح النور. انت كنت فين امبارح؟ نمت فين؟ مفيش، كنت متضايق شوية رحت قعدت عند كريم، بعد كده نمت في الأوضة التانية. يعني لسه مخاصمة؟ لا أنا مش مخاصمك ولا حاجة، انت اللي متغيره معايا بقالك فتره، دي حاجه مضايقاني. انا مش متغيره ولا حاجه، وعلى العموم انا اسفه لو كنت ضايقتك في حاجه. لا يا حبيبتي انا اللي اسف، حقك عليا. انا هنزل بقى عشان هشتري حاجات للمكتب وهرجع على بالليل كده. انت قاعده صح؟ مش رايحه في حته. ماشي. زعليش ها؟ والله هو طيب وبحس انه بيحبني، بس انا مش حاساه. اعمل ايه؟ ايه المفاجأة دي؟ كريم انت ما بتردش ليه؟ كنت نايم لحد الساعة 4 العصر. نمت متأخر فطبيعي اصحى متأخر.
انت واقفه ليه؟ تعالي اتفضلي خدي الباب معاكي. هو انا منظري وحش قوي كده؟ لا خالص، ليه بتقولي كده؟ حاسه اني بطردك يا كريم، بس والله انا مش كده. انا فعلا قلقت عليك، وانت كمان طول اليوم ما ردتش عليا. كان لازم اجي اطمن بنفسي. تمام، خليهاش ازمه. كريم انا بحبك. تحبي تشربي حاجه؟ بقول لك بحبك تقولي تشربي حاجه؟ ما انا مش هينفع اقول لك بحبك وانا مش بحبك. انا قلت لك ان انا اي لايك يو، وزي ما قلت لك امبارح تخلي الحاجات تاخد وقتها. حاضر، انا اسفه، بس والله يا كريم انا مش بعرف اعمل كنترول على مشاعري اللي بحسه بقوله على طول، وعارفه ان دي حاجه مضايقك مني، ويمكن كمان بتقول عليا هبله ولا عبيطه، بس والله يا كريم كل اللي انا عايزاه فرصه. اديني فرصه وانا هخليك تحبني. ندى، انت بنت مزه وانا معجب بيكي، وانا اللي جيت كلمتك من الاول صح؟ بس انا عايزك تديني وقت ان انا احس ان انت وحشتيني وان انا عايز اكلمك مش اكتر. قصدك ايه؟ انا كبسه على نفسك مثلا، ولا بقى وجودي هنا مضايقك؟ لا خالص، بقولك ايه، اهدي كده وفكي، احنا نطلب اكل ونقعد نتفرج لنا على فيلم، ايه رايك؟ موافقه. صباح الخير يا كيمو. الخير يا دعاء، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اسمها تعدت عليك، كانت عايزاك. اوكي طيب، اطلع لها بقى. هبعدي عليها. اوكي، بقول لك ابقى هات لي قهوه على فوق. ها صباح الخير يا حبيبي، يا رب تكون انبسطت امبارح وما كنتش تقيلة عليك. صباح الخير يا اسمك. صباح النور يا كريم، انا بس كنت محتاجة منك انك تبعت لي التعديلات الجديدة اللي انت عملتها، لان الكلاينت بيقول لي انك انت عملت تعديلات وانت ما بعتها ليش اصلا، فبليز ابعتها لي. طب ممكن اقعد؟ اه طبعا اتفضل سوشي. انا اسف ان انا ما ردتش على الواتساب امبارح. لا لا طبعا، اسف على ايه، انا اصلا بعتها لك في وقت متاخر، ما كانش المفروض ان انا اعمل كده. ابعت لي بس التعديلات بسرعه ممكن. بس انا ما ردتش مش عشان كان الوقت متاخر، عشان زياد كان موجود. فيها ايه يعني؟ هو انا بعت لك ايه يعني؟ كان ينفع ارد قدامه؟ لا. طب ما ردتش تاني يوم ليه؟ كنت خايف. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مش عارف، انا دماغي كلها اتشقلبت كده، وانا مش
على قد ما الموضوع بسيطني على قد ما هو تعبني. انا كمان حاسه ان انا يعني ازاي ده حصل؟ انا يا اسمت حاسس بشعور قوي قوي ناحيتك، مش عارف اعمل ايه بصراحه، مش عارف اسيطر على نفسي، مش عارف ابطل افكر فيكي. انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انا كمان لما قلت لك امبارح ان انا مش بحب زياد ما كنتش بقول كلامه خلاص. انا فعلا حاولت احبه كتير بس ما عرفتش، مش قادره، مش حاساه. انا بقالي كتير جدا مع زياد وما حسيتش معاه ولا لحظه واحده من اللي حسيتها معاك. انا كمان عمري ما حسيت ان انا ممكن احب حد بالطريقه دي. انا عارف اللي انا هقوله ممكن يبقى كليشيه بس عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن احب واحده من نظره عينيها. بس ده هيودينا لفين؟ انا خايفه، انا ما اقدرش على وضع زي ده. احنا مش هنقدر نعمل اكتر من اللي احنا عملناه دلوقتي. زياد ده اخويا وصاحبي، انا اصلا مش قادر استوعب ان انا فكرت او حتى حسيت بالاحاسيس اللي انا حسيت بيها دي. فانا شايف احسن حاجه ان احنا نقفل على الموضوع وما نتكلمش فيه اكتر من كده ونوقف نفسنا لحد كده. صح صح، احنا لازم نعمل كده، احنا لازم نعمل كده. يا معلم اقسم بالله لو ما جيت بزعل، والله العظيم هزعل منك. ما تهركش بقى يا ابني، انا رحت عبده باشا وجبت كوارع وعكاوي وليله مطينه بطين، اكيد مش هاكل الاكل ده لوحدي يعني. لا 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 لا، ما فيهاش ما فيهاش، يلا مستنيك، والله العظيم مستنيك انا. يلا حبيبي يلا، باي باي. هيجي؟ اه جاي طبعا. بقولك ايه، الاكل هيجي دلوقتي، خش بقى المطبخ وحط التاتش بتاعك وانا هخش اخد دش بسرعه. انت مش بتقول جاي دلوقتي هتخش تاخد دش؟ دش في السريع كده، لو جه وانا جوه دخلي الليمن. ازيك يا كريم؟ كويس. امال زياد فين؟ بياخد دش. اتفضل. اقسم بالله حاولت ما اجيش. 10 دقايق وهيجي لك. تشرب حاجه؟ لا تمام. اتفضل. حاطط امك كريم، خد. لا 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 لا، بص انت مش قادر والله، ما قادر. عزيزو عزيزو، لا لا لا، معلم كله طيب ماشي، عشان تبطل زن بس. ايه رايك بعد ما ناكل نلعب بلاي ستيشن؟ لا انا مش قادر النهارده. طب بلاش بلاي ستيشن، كلم ندى شوفها فين. اخر مره قالت لي انها بتعرف تلعب ترنيب، تعالى نلعب بوله كده. لا يا عم ترنيب ايه، انا لازم اروح، عندنا بكره شغل بدري ولا ايه؟ بص انا شايفه ان احنا لسه بدري فعلا، كلمها خليها تيجي، نفسي قوي العب كوتشينا. كسر كلام مديرك بقى. أنا أقدر. قول يلا. ماشي. أنت بتحبي كريم؟ آه طبعًا، بحبه قوي. غريبة، مع إنكم ما تعرفوش بعض من زمان. كريم أنا حبيته بسرعة، مش عارفة إزاي. بس أصل هو راجل قوي وتقيل، دمه خفيف جدًا. يعني أمور وابن ناس. عارفة أنا لقيت في حاجات ما لقيتهاش قبل كده. أصل بيني وبينك أنا ياما اتقرصت،
وانت بقى حاسة انه بيحبك؟ طبعا بيحبني، ده بيكلمني في اليوم ولا 20 مرة. لا ده كده بقى بيعشقك مش بيحبك بس. الحمد لله، بس برضو يعني انا اتحب يعني. اه طبعا انت حلوة زي القمر. يلا بينا. انزل يا اسطى انزل. ها خدها دي بس حبيبي. بس 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 لا بس. كل عيش غلابه قوي. ها تقال عليهم احنا قوي. اه قوي. ما هو بصراحه واضح ان انتوا بتلعبوا كتير قوي مع بعض وحافظين بعض يعني الموضوع. دي حجتك دي حجتك. طب انا اقول لك على حاجه، نعمل حاجه فير. انت تلعب مع اسمت وانا العب مع ندى. ماشي تمام. اسمت الحق. اه صح اسمت الحق. ولا ايه اسمت؟ تعالي بقى اقول لك على شويه حاجات كده نتفق عليها. لا ما تبصيش غير النظام بتاعنا هغير ما تزكيش. ها يلا بينا. يلا طيب يا اسمك. بصي بقى لو لقيتيني بخبط على اخر كارت يبقى انا عايزك تقطعي. ماشي. لو لقيتيني بعمل كده يبقى انا معايا لونج في الهارت. ركزي معايا. مركزه اهو. ايه واحنا مش هنتفق على حاجه؟ بصي لما ابصلك يعني جامد قوي كده يبقى معايا هارت. اوكي. ولما هلعب في شعري كده مثلا يبقى نزلي القطوع. اوكي ماشي اتفقنا. اتفقنا خلاص. يلا. طب يلا 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 احنا عايزين نقطعهم. هيحصل هتشوفوا حاجه تانية خالص. جامدين انتوا بقى. ها هنشوف هنشوف. لا 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 بلاش اللون ده معانا راح تتعب قوي ويانا ولا احنا عشان بنحبك تشتري بيبي 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 نمتي ولا ايه؟ معلش يا سيادة تعبانة قوي. لا حبيبي معلش ايه، في كوارع وعكاوي واتاكلت ولازم يطلعوا على حد النهارده. يلا يلا بجد ما بهزرش تعبانة سيبني انام. يلا تصبح على خير. ايه ده؟ ونجتنا في يوم تنادينا بس بقى يا زياد بقى. انا عايز افهم في ايه بالظبط. هو انا مقصر معاكم في حاجه يا جدعان؟ سهر ومسهركم، شرب ومشربكم على حسابي كمان، عيد ميلاد ولقطه ودلع اخر دلع. لا بجد يا جدعان هو في ايه؟ انتوا بايعيني كده ليه؟ انا عايز افهم بس هي فين المشكله؟ ما المشكله يا اسمت ان انا مش فاهم هي فين المشكله. وانت كمان يا كريم، انت اول ما جيت انا اتفائلت بيك قلت هنكسر بيك الدنيا. ايه اللي حصل؟ قلبت بطه بلدي كده ليه؟ لا هو الموضوع مش كده صدقني يا مستر صادق، بس الموبايل الجديد ده 7 ام فيه عيوب منيله ب 60 نيله. هي مش عيوب بس هو ما فيهوش اوبشنز اصلا، فعشان اقنع الكلاينت ان هو يسيب الموبايلات الحلوه اللي موجوده في السوق ويشتري الموبايل بتاعنا محتاجه بس شويه وقت وتكتكه كده مش اكتر. غريبه جدا. ده انا بحسب ان انت واسمة تقدمتوا حاجه وزينب هي اللي معطلها لكم. اولا اسمة دي حبيبتي طبعا، ثانيا كريم اي حاجه يقولها انا ماشيها له من غير كلام. والله ده حبيب قلبي. ده حب بقى. ايه عروسه في ايه؟ ابوس ايدك ما توديناش في داهيه. هو مستر صادق مش هيرتاح غير لما اتطلق ان شاء الله. لا بس انا عايز افهم حاجه بس، هو الموضوع بقى ماشي عندنا في الشركه هنا بالحب؟ يا سيدي بهزر والله. هزروا انتوا كده، افضلوا هزروا لغايه لما انا اترفد ان شاء الله. اوكي عموما شوف خليني اقعد مع كريم واشوف في ايه في دماغه ونظبط الدنيا مع بعض. طيب هستأذن. رايحه فين يا بنتي؟
لا خلاص، ما زينب قالت هتقعد مع كريم ويظبطوا الحاجات مع بعض. انا بس عندي شغل في المكتب هروح اعمل. انا اذنك يا زعلت ولا مش عارف، انا مش ناقص جنون، راح اشوف في ايه. ايه يا عمو ده، في ايه؟ مالها دي؟ مفيش حاجه، انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ عادي. انت شايف ان مفيش حاجه يعني؟ عموما انا شايفه حاجه تانية خالص، بس تمام. يعني ايه ابقى قاعده وكاني مش موجوده؟ لو هي تبص لكريم وتقول له احنا هنبقى نشوف مع بعض يا كريم، ده على اساس ان انا مش مديره الديبارتمنت يعني؟ معاكي حق، عرفت تهدي بقى؟ بس على فكره ما حسيتهاش كده خالص، انا حسيت ان هي بتتكلم ان انت وكريم واحد بس. بس انا وكريم مش واحد، وبعدين هي اصلا باين قوي انها ما بتحبنيش، وانا مش فاهمه ايه السبب انها ما تحبنيش، يعني ما عملتلهاش اي حاجه طول عمري. ده غير طبعا انها طول ما هي قاعده عماله تعاكس في كريم، مفيش واحده متجوزه بتعمل التصرفات دي. اسمت، بتهزر، وكان واضح جدا انها بتهزر، وبعدين ما تعاكسوا حتى، انت ايه اللي ضايقك في كده؟ ايه اللي ضايقني في ايه؟ يعني هكون غيرانه عليه مثلا؟ انا بس ما بحبش الطريقه دي في الشغل. طيب اوكي خلاص، حصل خير، حصل خير اوكي. عايز افهم بقى ايه موضوع زينب ده بالظبط. هو ايه هو اللي موضوع زينب؟ بص يا كريم، انا عارفه ان احنا اتفقنا ان احنا نقفل الموضوع ده خالص وكل اللي حسينا بيه ننساه، مش كده؟ اه. طيب زياد طبعا مش فاهم حاجه وطول الوقت يضغط عليك انك تيجي، وانا بصراحه دي حاجه انا مش عايزاها. طب انا هعمل ايه طيب؟ ما انت عارفه زياد وزنه. وبعدين ثانيه واحده، ايه علاقه ده وموضوع زينب؟ لا موضوع زينب بقى حاجه تانية خالص، اللي طول الوقت شايفاك قمر وعماله تدلع فيك قدامي. لا وندى اللي انت طلعت فجاه بتحبها وبتكلمها في اليوم 20 مره. منين جبتي الكلام ده؟ هي قالت لي كده. هي قالت لك كده؟ ايوه هي قالت لي كده. ليه مش هي اللي جايبه لك الورد؟ اه هي. طب لما انت بتحبها عملت معايا كده ليه؟ ليه خلتني احس بحاجات انت اصلا مش حاسس بيها؟ والله العظيم كل اللي هي قالته ده كذب. انا مشكلتي معاها ان انا مش حاسس بيها خالص، بنفض لها معظم الوقت، بس هي اكيد مش عايزه تحسسك بده. انا اصلا مش فاهمه ايه اللي يخليك تعجب باتنين اصلا مش شكل بعض خالص، يعني هي شكل وانا شكل تاني خالص، ولا انت اصلا ما كنتش معجب بيا؟ لا يا اسمع، انا مش معجب بيكي يا اسمع، انا بحبك، بحبك يا اسم. أنا كمان بحبك. مالكم؟ اتخضيتوا ليه كده؟ شفتوا عفريت ولا ايه؟ ايه المفاجأة دي؟ ده ايه اللي جابك هنا؟ مفيش، كنت عندي ميتنج النهارده في شركة اسمها الوادي، بعتوا لي اللوكيشن النهارده الصبح. ببص لقيت الشركة قدام الشركة، قلت أعد أقعد معاكم شوية. طب لي شاي يا ابني. دي ايه شركة الوادي دي؟ شركة كده بتاع الطباعة. طيب اسيبكم بقى تقعدوا مع بعض، هروح عشان عندي شغل كتير قوي في المكتب. زي ما اتفقنا بقى يا كريم، يبقى عدي عليا وانت ماشي. ماشي اه تمام. اتفقتوا على ايه؟ ايه على ايه؟ في ايه؟ مش هي بتقول لك يا ابني زي ما اتفقنا؟ بتلعبوا على مين يعني؟ استنى بس هتولعها عشان نسيتها في العربية. اه ده كلاينت كده بس كنت عرضت عليه برزنتيشن كده، هنقابله النهارده. ايه بتضحك عليا؟ انت عارف ان انا لحد دلوقتي مش متخيل ان انت بتشتغل في مصر ومستقر فيها، ولا كنت اتخيل ده اصلا. بجد يا كريم انت وجودك جنبي هنا فارق معايا جدا في حياتي. اشمعنى؟ مفيش، الناس بقت وحشه قوي يا كريم. انا ما بقتش عارف اتعامل مع حد ولا افهم حد، ما بقتش تعرف تميز ما بين ولاد الناس ومش ولاد الناس، كلهم بقوا شبه بعض، وانا الايام دي مش عارف اثق في اي حد خالص. عشان كده وجودك جنبي حقيقي مفرحني جدا الايام دي. ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ هو في حد علم عليك ولا ايه؟ عيب عليك اخوك اسد، انا بس اللي بيزعلني النوايا، هما بينوا يغدروا بس ما بيلحقوش ينفذوا. بس انت برضه المفروض تفترض حسن النيه، وبرضه ما تخليش حد يضحك عليك. انا بقى بقيت سيء النيه،
بتعامل مع الناس كلها بسوء نيه الا ان يثبت العكس. كده امن. الواحد الايام دي ما بقاش عارف الضربه جايه له منين. فلازم يامن نفسه. عشان كده بقول لك ان انت وجودك جنبي الفتره دي خليني مطمن، يعني حواليا حد عارف اثق فيه واتكلم معاه براحتي. طب احكي لي عملت ايه مع شركه الوادي؟ تمام؟ زفت، اسعارهم زي الزفت. لو عايز حاجه هي احسن شركه تعتبر بوليبرت في السوق واحسن اسعار. فين يا ابني الشاي اللي انت طلبته لي؟ اه صح نسيت. خلاص خلاص اشربه مع اسمك، هروح اقعد معاه شويه وامشي، عندي شويه مشاوير كده. بقول لك ايه، لو فاضي بالليل عدى عليا نقعد مع بعض شويه. قشطه جدا هعمل كده. انت كويس؟ اه انا كويس. مبسوط اني شفتك حبيبي، نورت الشركه. يا حبيبتي مشغوله؟ لا 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 عادي. ايه هتعمل ايه؟ مفيش، اشوف ورايا ايه. بقول لك ايه، هو كريم ماله؟ ماله؟ مفيش يعني، حاسه مش على بعضه كده ومخطوف. هو انت مضايقاه في حاجه؟ لا ابدا، وانا هضايقه ليه؟ معرفش، انا حاسس دايما ان انت بتعامليه معامله مش حلوه او مش حباه، وكريم كرامته عنده بالدنيا كلها. لا وانا هكرهه ليه؟ يمكن اكون مش مرتاحه له بس شويه، بس مفيش حاجه خالص. لا والله، مع الوقت هترتاحي له وهتحس ان هو حد محترم جدا. انا همشي بقى، كلميني وانت مروحه. باي. الو، ايه اللي حصل ده؟ مش عارف، بس انا كنت حاسه عمال بيلقح كلام. مش عارف، بس انا مش عايز اكبر الموضوع. هو وجوده اصلا كان غريب. لا والاغرب التوقيت اللي دخل فيه. انا حاسه ان دي اشاره عشان نبعد عن بعض. لا بس احنا لازم نهدى لان احنا متوترين قوي، لازم نتكلم. بصي نصايه كده وعدي عليكي. اوكي؟ لا لا لا، احنا عندنا ميتنج الساعه 3، لما نبقى نخلصه نبقى نقعد مع بعض نتكلم. اوكي. انت هتروحي ازاي؟ انا هروح بعربيه الشركه وانت بقى تعالى بعربيتك، كده احسن. اوكي ماشي. والله انا سعيد جدا جدا باللي بسمعه، وسعيد اكتر ان مستر كريم عنده حماس للموضوع ده ويقدم احسن ما عنده ان شاء الله. بس من ذوقك يا استاذ جمال واشكرك، واحب اقول لك ان انا هكلمك اول ما عندنا الابديتس. اوكي وهو كذلك. طيب متشكر مدام اسمت. ميرسي. شكرا يا استاذ كريم. ميرسي جدا. نتقابل قريب اه باذن الله. ان شاء الله. تاني بكلم حضرتك قريب ان شاء الله. باي باي. انت عبقري. اشمعنى؟ كنت قاعده بتفرج عليك وانت بتتكلم، عمال اقول لنفسي انت المفروض تبقى في مكان اهم من كده بكتير. مش للدرجة دي يعني يا اسمع. لا والله مش بجاملك. عامة كل حاجة في أوانها. الأهم دلوقتي إحنا هنعمل إيه؟ أنا عايزة أتكلم معاك بصراحة. بليز. أنا مش قادرة أستحمل فكرة إن أنا عايشة بأذي حد. أنا ما اتعودتش إن أنا أغلط. وحتى على موضوع الشرب أنا عمري ما كنت بشرب. زياد لما اتجوزنا اللي عودني على الشرب. انا مش عايزه افضل عايشه كده. وفي نفس الوقت غصب عني مش عارفه ابعد عنك. انا والله اسمت عندي نفس المشكله. مش عايزه اذي زياد، انا بحبه، ده اخويا. رأيك إن إحنا نبعد عن بعض صح؟ العقل بيقول كده، بس أنا مش قادر أقول كده. أنا رأيي إن إحنا نحافظ على أهم حاجة، إن إحنا ما نأذيش زياد. أوكي في مشاعر ما بيني وما بينك خارج إرادتنا، بس اللي نقدر نتحكم فيه إن إحنا نحكم مشاعرنا دي أو نعبر عنها بس في حدود المعقول.
اللي هو ازاي يعني مش فاهم. معرفش انا مش حاسه انه غلط. بس انا حاسس ان هو غلط. 3 كوبايات سكر على صينيه بسبوسه كتير جدا. لما تدوقيها كده نفسك تجزع يا ماما. خلاص يا زياد حط اللي انت عايزه. بتسالني ليه؟ انا هحط 2 الا ربع. ماشي. يا جماعة أنا صاحبة البوست اللي قلت فيه قبل كده أنا مش حاسة جوز. ومعظمكم قالوا لي أطلب الطلاق. أحب أزود حياتي. في حد كمان دخل حياتي وبصراحة حبيته. حبيته من أول نظرة ومن أول ابتسامة. أعمل إيه؟ يا معلم عامل إيه؟ إيه الأخبار؟ لا ده أنا من الصبح والله واقف في المطبخ بعمل بالصينية بسبوسة. بس بقول لك إيه؟ عسل من بتاعت جدي وجدك. طب بقول لك إيه؟ ساعة كده وعدي عليا لسع لك حتتين. أنا عاملها باللوز على فكرة. ماشي يا حبيبي استناك. يلا باي. مع السلامه. مع ليه بتقفلي الصوت؟ ممكن افهم هو احنا ليه كل يوم لازم نروح نمضي عند اسمه وزياد؟ نمضي؟ اه نمضي. ما انا بقيت احس ان ده واجب عليا. حاجه بقت تزهق. ما احنا حياتنا برضو تزهق. احنا بنعمل ايه يعني؟ نقعد نتفرج على افلام، نطلب اكل، ونقعد نرغي وشكرا. وانا بقى المفروض اعمل ايه عشان اسليك؟ ما انت برضو يا حبيبتي مخلصه على نفسك في الجيم 24 ساعه. وبتيجي هنا تخلصي عليا انا شخصيا. ما انا بني ادم برضو عندي احاسيس مش كده. طيب طالما انا مخلصه عليك كده وانت مش قادر هتيجي نتجوز؟ يا ندى انا مش مستعد ولا نفسيا ولا ماديا للحركه دي. وبعدين مش كل شويه نفتح سيره الجواز والزفت ده؟ ايه ده زفت؟ ماشي يا كريم. ايه ده انت رايحه فين؟
الجواز مني يا كريم بقى زفت؟ هو انت ليه بتعاملني على اني واحده رخيصه؟ عشان باجي لك البيت؟ ولا يمكن عشان لبسي وشكلي؟ ولا عشان كل دول؟ في يا ندى؟ انت ليه محسساني ان انا لسه متعرف عليكي؟ اكيد انا مش شايفك كده. وبعدين انا عمري ما حاولت المسك غير بهزار. لا بس الجواز زفت اللي طلعت منك دي ما كانتش هزار. هو الجواز ايه بقى؟ سكر؟ بقولك ايه، لو عايزه تروحي روحي. ايه ده؟ ندى انا اسف. هو انت ليه يا كريم بتعملني كده؟ ندى انا ما بحبش حد يضغط عليا. انت لما بتضغطي عليا بتخليني اقول كلام انا مش عايز اقوله. انا مش قصدي ان الجواز منك زفت، بس قصدي ان انا مش جاهز، ولو اتجوزت دلوقتي فعلا هيبقى زفت. يعني افهم من كده انك مش قافل من الجواز بشكل عام؟ لا خالص. امال انا مديكي مفتاح شقتي ليه؟ تدخلي وتخرجي براحتك. عشان خاطري يا ندى، زي ما اتفقنا ممكن ناخد كل ستيج في علاقتنا في وقتها. حاضر. الحمد لله بالسلامة. يا عم علينا كلنا شبه بعض يا باشا، معلش اسفين. يا معلش يا حبيبي، ألف سلام عليك. يلا يا زنجو. عدي. انهج انا. يا ابني في ايه؟ وقفت ليه يا ابني؟ بريح شوية يا باشا، في ايه؟ طب اجي خلص يا بيه، ودينا هناك آخر الشارع يمين. يلا. ماشي. يلا يا زنجو. حلوة الشقة. كسرها كسرها. جميلة. دوس عليها وكسرها. يا كيمو صباح الفل. ايه انت فين كده؟ بقول لك ايه، انا جبت شاشه ال اي دي. لا انت مش فاهم، بتقول بابا وماما خيال. اه والله العظيم، لا ولا دفعت فيها ولا مليم. تخليص حق كده من عيل تبت. طب بقول لك ايه، النهارده بالليل عندي بقى هنتفرج على فيلم رعب الجديد ده اللي هو اسمه كونجورينج. لا لا جامد جامد. مش فاهم، مش هتنام يلا فاهم؟ يلا اسبوع يلا، مش هتنام والله. ماشي استناك. ها يلا بقى سلام. ايه دغدغتها ولا لسه؟ والله يا جماعة أنا كده قلت كل اللي أنا عاوزاه وشايفاه، دي ملاحظاتي أنا كفاينانس. I'm sorry مش موافقة على البلان دي. بس دي مش أول مرة نشتغل بالطريقة دي. لا بقى، دي استراتيجية جديدة وظهرت طبعا مع وصول كريم للشركة، وأنا عديت مرتين قبل كده بس مش هقدر أعمل كده تاني. غريبة والله. هو إيه ده اللي غريب؟ أصل لحد فترة قريبة كان أي حاجة كريم بيعملها محدش بيقدر يقوله عليها لا، وأي حاجة هو عايز يعملها بيتوافق عليها. فجأة بقى الاستراتيجي بتاعتك ما بقتش ماشية معي؟ والله بقى ده شغل يا جماعة، ورأيي في كريم ما تغيرش في أي حاجة، لكن مش معنى رأيي ده إني هوافق على أي حاجة يقولها وخلاص. وعموما فكروا وشوفوا عايزين تعملوا إيه. بعد إذنكم. بنتي دي بتتعامل بشكل مش طبيعي، ده مش رأيي مبني على شغل، حاجة شخصية يعني. مش عارف، بس هي بقالها كام يوم كده مش ظابطه معايا واجريسيف جدا. انا مستغرباها برضو. انا لازم اتكلم معاها. طيب لا استنى، انا عايزه اتكلم معاك في موضوع. في ايه؟ انا ابتديت اتضايق من ندى. ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. يعني ايه بتيجي تقعد معاك في البيت؟ ما انت برضو لازم تحس ان انا ممكن اتضايق من حاجه زي دي. يا اسمت، ندى وجودها احنا محتاجينه،
بس انا وجودها بيضايقني ويعصبني ويخليني مش عارفه انام، وطول الليل دماغي بتجيب وتودي. وبعدين انا افهم الكلام اللي انت بتقوله ده لما تجيبها وتيجي عندنا البيت عشان بتداري وراها حاجه، لكن هي بقى بتيجي البيت عندك تعمل ايه؟ بيحصل بينكوا ايه؟ والله ما بيحصل حاجه، بس لازم تفهمي ان ندى مش شغاله عندي، واكيد هي زي اي ست ليها متطلبات وانا لازم انفذها. وبعدين ما تنسيش ان الموضوع صعب جدا بالنسبه لي، لان انت كل يوم بتروحي بيتي مع زياد. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت ازاي اصلا تتكلم معايا في موضوع زياد؟ اسمع، توطي صوتك في ايه؟ خلاص انا فاهمك، بس حاولي تفهمي ليه لسه سايب ندى لحد دلوقتي. انا لو سايبها فسايبها عشاننا. يا انتوا مش بيحصل بينكم حاجه؟ والله العظيم ما بيحصل ما بيننا حاجه. هي بتيجي تقعد عندي، تقعد ترغي شويه في معايا في اي كلام، وبعد كده تفتح معايا موضوع الجواز، وبعد كده اروح انا مغير الموضوع واشغل فيلم، وبعد كده باي باي سلام عليكم خلاص. برضو وجودها معاك مضايقني ومعصبني. وما تقوليش زياد، زياد ده وضع انا مضطر عليه، لكن انا مش مقتنعه انك مضطر تبقى معاه. يا حبيبتي انا اصلا هسيبها لو عليا هسيبها، بس طالما هي عايزه تكمل طب ما نسيب الموضوع، ما احنا محتاجينه. طب على الاقل قلل شويه انك تشوفها وما تخليهاش تيجي عندك البيت. حاضر، النهارده مش هرد عليها خالص. ايه رايك؟ بس بليز ما تكبريش الموضوع. اسالك حاجه، هو انت دايما بتبقي كيوت كده لما بتبقي غيرانه؟ ايوه كده اضحكي. بحبك يا اسم. انا كمان بحبك. حاسس بالذنب هيقتلني. انا عارفه ان جوزي ما عملش اي حاجه وحشه في حقي، بالعكس. ساعات ببقى نفسي يزعقلي او يغلط فيا، يمكن ضميري يهدى واقول يستاهل، لكن ده ما بيحصلش. كل مشكلتي اني ما بحبوش، بس مش بكرهه خالص. بس هو مش حبيبي. حبيبي ايه ده؟ ايه اللي صحاك؟ انت ايه اللي مصهرك ومعادك لوحدك كده؟ لا ابدا، ما جاليش نوم وانت نمت على روحك، فقمت اتفرج على التلفزيون شويه، ودلوقتي كنت ببص على ميلات ما بصيتش عليها طول اليوم. اوكي حبيبتي، طب في حاجة كنت عايز أتكلم معاكي فيها، هي حاجة مضايقاني. إيه؟ أنا حاسس إن إحنا بنبعد عن بعض. لا، مش إننا بنبعد عن بعض، أنتِ بتبعدي عني. وكل يوم بحس إن أنتِ بتبعدي عني أكتر من اليوم اللي قبله. أنا معرفش إيه السبب. بس لو أنا مضايقك في حاجة وأنا مقصر معاكي في حاجة، أنتِ ممكن تقولي لي، تقولي لي أنتِ غلطان في كذا أو كذا أو كذا، وأنا أصلح من نفسي. لا أبداً، مفيش أي حاجة. دي بس ضغوط الشغل ورايا مليون حاجة، بس فعلا مفيش أي حاجة. أنا لو في حاجة طبعا هقولك. ماشي يا حبيبتي، يا رب يكون هو ده السبب وما تكونيش مخبية حاجة عليا. لا مفيش حاجة، مفيش حاجة خالص. في واحد الأيام دي مبقاش عارف الضربة جاية له منين، فلازم يأمن نفسه. عشان كده بقولك إن أنت وجودك جنبي الفترة دي خليني مطمن، يعني حوالي حد عارف اثق فيه واتكلم معاه براحتي. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ جاي اقول لك حاجه. في ايه يا ندى؟ الساعة واحدة بالليل، وبعدين ايه اللي انت لابساه ده؟ انت كنت خارجة؟ وانت مالك؟ فارق معاك؟ ده مش رد على سؤالي. كنت سهرانة ومع واحد صاحبي. في حاجة؟ نعم؟
كنت خارجة مع واحد من ورايا؟ ايه اللي مضايقك؟ انت بتستعبطي؟ وانت شايفاني ايه؟ انت بتستغفليني؟ طب ما انت بتستغفل صاحبك ومصاحب مراته. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي؟ لا ما اتجننتش كريم. مشكلتك انك فاكرني غبية، بس انا فاهمة الحركات دي كويس قوي. لا بقى واضح ان انت سكرتي وبتهرتلي ومش عارفة انت بتقولي ايه. انا استحالة ابص لاسمت واستحالة اعمل كده في زياد. زياد ده اخويا. جد؟ وفسر بايه اصرارك ان احنا نروح عندهم كل يوم؟ ولا النظرات؟ النظرات اللي بشوفها بينك وبينها؟ عدم اهتمامك بيا، شوية شايفني وشوية مش موجودة خالص. لا يا كريم انا مش عبيطة، في حاجة ورا كل ده. كل ده اللي هو ايه اصلا؟ هو انت قلتي ايه؟ نظرات ايه اللي بتكلمي عليها؟ وبعدين مروحي هناك ده بسبب ضغط زياد. لا بقى ندى، واضح ان انت مش عارفاني كويس خالص. مش انا اللي اعمل كده، مش انا. اقولك ايه يا ندى، فكك مني دلوقتي خالص قبل ما اتعصب اكتر من كده. ايوه كده، روحي روحي روحي. انا هروح يا كريم، وعلى فكرة انا ما كنتش سهرانة مع حد. جننتي؟ انا استحاله ابص لاسمك واستحاله اعمل كده في زياد. زياد ده اخويا. هو انا لما الماركتنج عندي يتخانقوا مع الفاينانس انا المفروض اعمل ايه؟ هي مش خناقه ولا حاجه، ده مجرد اختلاف وجهات النظر مش اكتر. بأمرت ان كريم بس اللي جه واسمت ما جاتش، مش كده؟ لا هي اسمت بس كان عندها ميتنج مع كلاينت، عشان كده انا جيت لوحدي. على فكره انا بدات اتضايق وازعل. الموضوع ده تحلوه مع بعض. انا مش هحله، انا عندي ميتنج دلوقتي. اتفقوا بلغوني. اوكي زينب؟ اوكي اوكي. هو في ايه بقى؟ بالنسبة لإيه؟ بالنسبة إن أنتِ مش طبيعية. ويا زينب ما تحوريش عليا عشان أنا حافظك وفاهمك كويس قوي. عايزة الصراحة؟ آه. قرفانة. يبقى أكيد حامل. كريم احترم نفسك. وخلي بالك أنا مش زينب صاحبتك بتاعت زمان. أنا ست متجوزة. ومش أنا الست اللي تقبل إن أي راجل يتجوز حدوده معاها. أظن فاهمني. فإيه بقى؟ طيب إيه اللي مضايقك؟ هتقولي؟ من اللي بشوفه يا كريم. كريم انت في حاجه بينك وبين اسمت. ده بجد؟ انا مش مصدق انت بتقولي ايه. المشكله اني حافظاها كويس قوي، حتى الضحكه دي لو بتحب تتوه او تغطي على حاجه حافظاها، واللمعه اللي في عينيك لو بتكون في ست جديده عجباك، حتى نبره صوتك اللي بتتغير على حسب الشخص اللي انت بتتكلم معاه حافظاها. بس هي يا عيني عبيطة خالص، مش عارفة تداري، بيركبها 100 عفريت أول ما بتشوفني أنا وإنت واقفين مع بعض. عامة اللي إنتي شايفاه ده في دماغك إنتي بس، لأن لو إنتي عارفاني كويس قوي فهتعرفي إن أنا استحالة أعمل كده مع زياد. جايز ممكن أكون غلطانة أو فاهمة غلط، بس حتى لو ما تنساش إن أنا بفهم في ستات كويس قوي. ونصيحة يا كريم، لو بتعمل كده وقف قبل ما كل الناس تاخد بالها، وخصوصا هي. ايه؟ انا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ لا ابدا، اتفضلي. ايه اللي بيضحكك؟ لا ابدا، اصل لسه كنت في سيرتك لقيتك دخلتي.
والله؟ طب خلي نصايحك بقى لنفسك عشان انا فاهمه في شغلي اكتر منك، واللي انا وكريم بنعمله هو احسن شغل في السوق، ومش فاهمه ايه السبب اللي بيخليكي تعطلي. بيخليه بقى هو يقولك. مالها دي؟ شك ان في حاجه ما بيننا. ايه يعني؟ ايه اللي دخل في دماغها الكلام ده؟ بتقول يا ستي انها حافظاني وعارفه طريقتي لما اكون بحب واحده، وانه بيبان عليكي. ما انت يا اسمت برضه بيطلع منك كده فلتات. فلتات ايه؟ احنا ما بنقعد مع بعض نتكلم يا عندك في المكتب يا عندي، وكمان بيبقى صوتنا واطي. ايوه بس ساعات لما بتشوفينا لوحدنا بيبان عليكي الغيره، زي دلوقتي اول ما دخلتي كان باين عليكي جدا. ايوه طبعا، ما هو طبيعي ان انا غير عليك، ما هي كانت الاكس بتاعتك. ايوه حبيبتي، بس هي دلوقتي ست محترمه ومتجوزه، قصدي يعني بتحب جوزها. شكرا. يا اسمت، يا اسمت استني، يا اسمت. الو حكيم، عامل ايه؟ الاخبار؟ بقول لك ايه، شفتش اسمت؟ لا انا نزلت من المكتب، هي كانت بتلم حاجتها تقريبا، بس ما تقلقش اكيد موبايلها فصل شحنه ومفيش سيجنال. ماشي يا معلم، تمام، هجرب انا تاني معاها. باي يا حبيبي. باي. اوكي، هو انت قافله تليفونك؟ ايوه، مش عايزاه يكلمني وانا معاك، عايزه اقول الكلمتين اللي في نفسي وامشي. هبقول يا اسمت. بص يا كريم، انا وحياة مامي عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن في حياتي ان انا اخون جوزي ولا احب واحد تاني عليه، بس ده اللي حصل، واللي انا متاكده منه دلوقتي ان علاقه فيكم لازم تنتهي. انا مش قادره اخون زياد اكتر من كده ولا دقيقه واحده، مش قادره. انت ليه بتقولي كلمه خيانه يا اسمت؟ احنا لسه ما عملناش اي حاجه تتمسك علينا. انا فاهمه كويس قوي ان انت مش عايز تحس انك بتخون صاحبك، بس احنا مش هنضحك على بعض. قعدتنا مع بعض دي خيانه، حبنا لبعض دي خيانه، مكالماتنا من ورا دي خيانه. انا بغير عليك وانت بتغير عليا. انا ما ينفعش ابقى مع اتنين في نفس الوقت، واحد بحبه والتاني لا، بس التاني ده جوزي، لازم العلاقه دي تنتهي. انا لازم اطلب الطلاق من زياد. ايوه مستر محمود، لا اديله واقف والله، دلع من مديرين الديبارتمنت عندي، قسم الماركتنج والفاينانس بيعندوا في بعض، بس انا حاسس كده ان الموضوع مش شغل، الموضوع عندي شخصي. بس على مين؟ على بابا. انا قعدتهم يرغوا براحتهم وعملت الحركه القديمه وسجلت لهم كل حاجه، وهو ده اسمع دلوقتي. تلميذك يا باشا. اوكي هبلغك بكل حاجه، يلا تصبح على خير. باي باي. اسمع بقى. ايه روحي؟ لا نصايه كده ونازل. خير؟ يا خبر، انا كنت ناسي موضوع الدكتور ده خالص. لا يا حبيبتي طبعا هنزل. لا جاي معاكي خلاص، يلا باي باي. اسمت. ايوه. كنت فين؟ قلقت عليكي. ليه قلقت عليا؟ هو ايه اللي حصل؟ حصل ازاي؟ بكلمك موبايلك مقفول، كلمتك في الشركه قالوا لي انك نزلتي. كنت نازل ادور عليك على فكره. ليه كل ده؟ انا بس موبايلي قطع وانا في اوبر وبس يعني، وانا عيله صغيره. اتخضيت عليك قوي. بصي انا قررت اجيب لك عربيه بسواق ما دام انت مش حابه تسوقي. ليه يا زياد كل ده؟ هو انا اتخطفت؟ مين ده اللي يقدر يخطفك؟ ده انا اقرب منك اذبحه.
طب اقعد، عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم. لا ده انا اللي عندي مفاجاه ليكي. مفاجاه ايه؟ فاكره شهر العسل بتاعنا؟ مش انا وديتك ايطاليا وانت كنت متضايقه وعايزه تروحي امستردام صح؟ ايوه صح. عشان عيد ميلادك الشهر الجاي انا حجزت لك اسبوع في امستردام. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. ايه رايك في المفاجاه دي؟ حلوه قوي. مش حاسك مبسوطه زي ما كنت متوقع؟ لا ازاي، طبعا مبسوطه جدا. انا بس عايزه اقول لك ان مش انت اولى بالفلوس دي عشان شركتك. معلش يا حبيبتي انا مصمم اعمل كده. انا جايب اوفر كويس. يلا قولي لي بقى انت كنت عاوزاني في ايه؟ بتوع الكريدت كارد هريني تليفونات من الصبح وجعوا لي دماغي. شوف هم مالهم دول عايزين ايه. مش مصدق ان انا ممكن اتسبب في طلاق زياد من اسمك عشان حبيتها وحبتني. ازاي اعمل كده؟ ازاي اعمل كده في صاحبي واخويا؟ انا هتجنن. ندى كالعاده بتصل وما بتردش عليا. معلش بس اصل لسه متضايق من الكلام اللي قلتيه اخر مره. خلاص اثبت لي ان انا موهومه او مجنونه زي ما انت شايف. اثبت لك ازاي بقى؟ اتجوزني يا كريم. تاني؟ كريم على فكره انت هتكون اول راجل يقرب لي، والدليل اهو انا بقالي قد ايه باجي لك يا كريم البيت وعمر ما حصل بينا حاجه. انا عارفه انت ممكن تكون مش مصدقني، بس والله العظيم والله العظيم دي الحقيقه. انا كنت بنت عاديه خالص، بلبس عادي، بروح كافيهات، ده انا حتى كنت بفكر اتحجب، بس ما كانش فيه ولا اي حد بيشوفني. اول بقى ما بقيت بلبس عريان وبشرب سجاير وبتنطط من الكلاب دال ده ومستحل الجونه، الرجاله بقوا طوابير. وبرضه ولا واحد فيهم عايز يتجوز. هو انتوا عايزيننا نعمل ايه؟ اولا انا مش كل الرجاله عشان اجاوب على السؤال ده. ثانيا نصيحه، اوعي تغيري في شخصيتك ولا شكلك عشان اي حد. كريم انا خلاص ما يهمنيش حد غيرك، انت عايزني ولا لا؟ لا ده انا بمر باصعب ايام حياتي، في حاجات كتيره قوي ضغط عليا. حابه تستحمليني اهلا وسهلا، مش حابه شكرا. ايوه يا زينب معلش انا محتاجاكي عندي في المكتب ضروري. مش هقدر اجيلك معلش عشان في ورق كتير عندي على المكتب عايزه اوريهولك. ميرسي. الو ايه كريم، انا كلمت زينب عشان مستر محمود كلمني وقال لي لازم تخلصي الموضوع معاها ضروري، فكلمتها وهي جايه لي المكتب. ما تجيش خالص. ها طيب باي. صباح الخير. صباح الخير يا زينب. دلوقتي انا مستر محمود كلمني من دبي وقال لي ان انا لازم اخلص الموضوع ده معاكي ضروري، فانا لو سمحتي بقول لك ساعديني لان احنا لو ما عملناش كده هنخسر دي المهم جدا للشركه. بصي يا اسمت، من الاخر انا في حاجه مضايقاني وقافلاني ومخلياني بكل صراحه مش طايقه اشتغل معاكي ولا انتي ولا كريم، واكيد هو قال لك عليها. ايوه قال لي. طبعا انا مش فاهمه ازاي يجي حاجه زي كده في دماغك، بس بكره تعرفي انك ظلمتيني. شوفي يا اسمت، يمكن اللي بينكم مش علاقه بس جايز يكون استلطاف، ولو كده فاديني في وقتكم. anyway انا هوافق على البلان بتاعتكم عن اذنك.
عملتي ايه؟ انا مش فاهمه هي ليه متاكده قوي كده ان احنا مع بعض، بس مش مهم. زينب دي اخر همي، انا اللي يهمني دلوقتي وضعينا انا وانت. طب ممكن نحل مشكله الشغل الاول وبعد كده الشغل خلاص مشكلته اتحلت، والبلان هتتعمل زي ما احنا عايزين بالظبط. انا امبارح يا كريم قلت لك اتطلق وانت قلت لي صعب، وانك مش عايز زياد يحس ان احنا كنا بنحب بعض وانا معاه، مش كده؟ ايوه يا اسمت، انا مش عايزه يتصدم فيا، يعني انا كفايه صدمتي انا في نفسي. هو انت ليه دايما عايز تحسسني ان انت اللي ضميرك صحي وانا اللي بخون جوز؟ انا برضو مش عايزه ابقى معاك وانا متجوزاه. اسمت انا عارف ان انت بتتعذبي زيي وما كانش اكتر، بس هنعمل ايه؟ ايه الحل؟ قولي لي. انا لقيت الحل، انا هتطلق من زياد، وانا وانت ما نتجوزش الا قبل سنه، وفي السنه دي انت قلل علاقتك بيه خالص، واكيد هتبقى ارحم شويه من ان احنا نتجوز بعد شهرين ثلاثه. اه بس انت عارفه ده معناه ان انا اخسر زياد لما يلاقيني بتجوز طليقته. ما انا قلت لك ان انت هتكون قللت اصلا علاقتك بيه، وهو انت لازم تختار يا انا يا زياد، زي ما انا بختارك كده بالظبط. ولا انت مش عايز تضحي خالص؟ ولا انت بتتسلى؟ ولا ايه نظامك؟ بتسلى ايه بس يا اسمت؟ يا اسمت انا ما بنامش بسبب اللي بيحصل ده، انا بحبك بس فعلا مش قادر اتحمل فكره ان انا اذي زياد بالشكل ده، اللي هيحصل ده هيدمره. والله انا قلت لك الحل اللي انا لقيته، ولو ده برضه مش مناسب بالنسبه لك يبقى انا اللي لازم اراجع نفسي. يا اسمت حاولي تفهمي، انا متوتر، انا متوتر بسبب اللي بيحصل، لان اصلا زينب بتشك فينا، اصلا وجودك هنا ده موترني. والله احنا شغلنا عادي ان احنا نبقى قاعدين مع بعض، انا مش فاهم انت خايف كده ليه. انا مش خايف، بس فريدي زينب راحت قالت لصادق مثلا، وانت عارفه صادق علاقته بزياد، ساعتها انا مش قادره اتخيل ايه اللي ممكن يحصل. مين زياد؟ ردي ردي. الو. ايوه يا اسمت، انت فين؟ انا في الشركه يا زياد. في ايه؟ وكريم فين؟ كريم برضو اكيد في الشركه. طب تقول لي الساعة 5:30 في البيت عشان عايز اسكت. ليه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ لما تيجي وتعرف. مع السلامة. ايه اللي بيحصل؟ مش عارفة، مش فاهمة حاجة. ربنا يستر. ماشي تمام. أخلص قعدة مهمة كده وأرجع أكلمك. شكرا قوي، مع السلامة. النهارده عرفت خبر كان صدمة كبيرة جدا بالنسبة لي، صدمة تهز أي راجل، صدمة عمري. يبقى صعب انك تثق في حد ولا حد ده يغزلك. شريك احمد حسين قرر انه ينسحب من المشروع، وده معناه ان انا هوقف كل حاجه. ايه زياد؟ تخدنا الخضه دي معقوله يعني؟ ايه المشكله بقى في اللي انت بتقوله ده؟ يعني الموضوع ما يستاهلش كل التوتر اللي عملته لنا ده. انت بتقولي ايه؟ الشركه دي حلم حياتي، والمشروع ده انا شغال عليه من سنه وصارف عليه فلوس قد كده، ده غير كمان ان انا اتفقت على شغل كتير جدا لناس مهمه المفروض ان انا انفذه. كل ده راح عشان البي فجاه حاسس ان هو مش حابب المشروع. وتقولي لي ايه المشكله؟ ما تتكلم يا عم كريم. ايه طبعا، ايه اللي انت بتقوليه ده يا اسمت؟ دي مشكله كبيره طبعا، بس انا عايزك كده تهدى، يعني كل مشكله وليها حل. انا دلوقتي ما فيش قدامي غير حل واحد، انا جبتكم عشان اخد رايكم. ما طبعا، ايه هو الحل؟ قول. انا هكلم صادق واخليه يعيني معاكم في الشركه باي طريقه، وبكده ممكن اخد اغلب الديلز اللي انا اتفقت عليها، وبكده مصداقيتي ما تقعش عند الناس، والا بقى انا هكون وقعت وقعه كبيره قوي مش هعرف اقوم منها. بس انت لازم تلاقي حل مع اللي اسمه احمد ده، او تجيب حد تاني غيره. انا جبت احمد بالعافيه، الموضوع مش بالسهوله دي. بس انا شايفه ان الشركه ما فيهاش مكان فاضي لحد بخبرتك والسي في بتاعتك. انا عارف، انا هكلم صادق وصادق بيحبني وهيبقى عايز يقف جنبي. الو. اهلا يا اسمت. انا لوحدي، زياد نزل راح الجيم. اسكت على الرعب اللي انا عشته، انا افتكرته عارف كل حاجه. بصراحه انا كنت متوتر قوي، انا عمري ما عشت حاجه كده في حياتي.
عشان كده لازم ناخد قرار بسرعة. لا أنا ولا أنت هنستحمل وضع زي ده، وكمان حرام نفضل شايفين زياد قدامنا مخدوع فينا. هو طيب وما يستحقش مننا كده، ده غير كمان لو جه الشركة حتى قعدتنا مع بعض في المكتب مش هنعرف نقعد. احنا لازم ناخد قرار حاسم. ها قلت ايه؟ أنا هطلب الطلاق ونشوف ساعتها هنعرف نتجوز امتى أو بعد قد ايه. ايه رأيك؟ مش عارف يا اسمك، مش عارف يعني، أنا مش قادر أفكر. يعني ايه مش عارف؟ امال هتعرف امتى؟ بص يا كريم، أنا كده كده هطلب الطلاق، أنا ما أقدرش أستحمل إني أعيش مع راجل وأنا غلطت وحبيت عليه. وأنت شوف أنت عايز تعمل إيه. أنا أصلاً كفاية الرعب اللي أنا عشته النهاردة، أنا مش هقدر أستحمل أكتر من كده. وأنت خد القرار اللي أنت عايزه. باي باي. معايا ندى، انت فين؟ طب بقولك ايه، ما تيجي ننزل شويه كده، معرفش اي حته، انا نخرج ونسهر في اي حته. طيب يلا البسي شويه عادي عليكي. مالك يا كريم؟ مفيش. لا فيه، في مسج ضايقتك ولا حاجة؟ لا تمام. ايه يا اسمت؟ قاعدة هنا لوحدك وسايبانا جوه؟ مفيش حاجة، أنا بس مش قادرة أقعد في السرير. بس أنا كنت متخيل إن في ظرف زي اللي أنا فيه هتكوني قاعدة جنبي مش هتسيبيني وتقعدي لوحدك. هو أنت ما تعرفيش إن أنا مودي وحش الأيام دي ولا إيه؟ وليه ما يكونش أنا كمان مودي وحش وزي الزفت ومش قادرة أدادي حد؟ وأنت ما بتفكرش غير في مشاكلك وبس. تدادي حد؟ أنا حد يا اسمت؟ وبعدين إيه مشاكلك؟ آه طبعًا، ما أنت مش شايف غير روحك، كل تركيزك في الجيم والأكل والشغل. وبعد كده ممكن نقضي وقت ظريف مع كريم بالليل ساعة، وبعد كده نكمل جوه. لكن انت فكرت بقى انا عايزة ايه؟ انا بحلم بايه؟ انا بحب ايه؟ لا طبعا. انت مقتنعة باللي انت بتقوليه ده؟ انت فعلا شايفين الراجل ده يا اسمت؟ والله انا قلت اللي جوايا، كون ان انت مش شايف ده او عامل نفسك مش شايفه، ده موضوع يخصك انت. وطبعا انت هتشوف نفسك احسن راجل في العالم وهايل، واي ست تتمناك ويا بخت مراتك بيك، مش كده؟ يا مستر جميل، انا ما كنتش عايز اتدخل في الموضوع، انا عارف حساسيته. طيب ثانيه واحده يا فندم. مستر زياد مستنيك بره. يا بنت انا مش قلت 100 مره زياد ما يقفش؟ حاضر يا فندم. روحي زوز. اتفضل حبيبي يا صادق. كمل تليفونك. وحشني. وانت كمان. اقعد كمل. لا يا مستر جميل، معلش جالي شغل مهم جدا. لا ساعه بالظبط وهرجع لك تاني. اوكي يلا، باي باي، مع السلامة. انت بتسمع كلام البنت الهبلة دي تقف على الباب؟ في ايه؟ حبيبي بس الاصول اصول برضه يا معلم. ما انا بكلمك في اصول، انت حبيبي، انت بجد حبيبي وصاحبي، ما ينفعش تقف على الباب تدخل على طول.
حبيبي يا صادق، انا بس عايزك تسمعني كويس. انت تأمرني يا صاحبي. يعني ابقى انا في الحاله دي وانت خارج تسهر وتشرب معايا؟ انت ما عندكش دم. بلاش غلطي يا اسمك، واضح ان انت مش مقدره الحاله اللي انا فيها، وبرضه مصممه تخشي عليا المكتب كان مفيش اي حد يتكلم ولا اي حاجه عننا. عشان انا مش فارقه معايا اي حاجه ولا اي حد. انا عايزه افهم حاجه، انا غلطت لما حبيتك؟ قول لي انا غلطت. يا اسمك اهدي، لازم نهدى وما نضغطش على بعض عشان نوصل لقرار صح. قلت لك من الاول بلاش احمد حسين، سيرته وحشه وصيته مسمع. عارف اكتر حاجه مضايقاني ايه؟ الوقت والمجهود اللي ضاعوا منك. اي حاجه ثانيه تتعوض. بس امرني. انا عايز اشتغل في الشركه صادق عشان ما افقدش مصداقيتي عند الناس. يا ابن الحلال، اقول لك على سر؟ قول. انا اخر الشهر ده ماشي هترقى، همسك الشركه الام، يعني همسك الشرق الاوسط كله. اوكي، وانا كلمتي مسموعه، هجيبك مكاني. مبروك يا حبيبي بجد والله، مبروك وفرحان لك جدا. بس هو انت موت صوتك ليه؟ والله ما عارف. لا بجد مبروك، تستاهل يا حبيبي والله حبيبي. بس اكيد برضو انت كان في حد في دماغك هتحطه مكانك يعني. يعني احنا كان في دماغنا اتنين، كريم واسمه مراتك، وكنا مايلين شويه لكريم. لا 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 خالص، انسى الكلام اللي قلته خالص، مستحيل هاجي مكان كريم، انسى مستحيل. يا حبيبي ما انت لو ما جيتش مكان كريم هتروح مع مراتك وهتبقى مراتي مدير عام، ينفع؟ اه ينفع، ينفع ونص كمان. معلم انا لما جيت قلت لك على ان انا اشتغل معاك مش جاي انط على فرصه حد، ما بالك بقى الحد ده يبقى اخويا صاحب عمري الكريم، فانا عمري ما هعمل كده مستحيل. انسى. بص انت مشكورا تترقى وربنا يبارك لك في الترقيه، كريم يجي مكانك انا اركب مكان كريم، كده انا مرضي. تخلصني منها بقى. مش هينفع اقطع معاها كده، افهمني. صباح الخير زيزو. عامل ايه؟ ازيك؟ انتوا بتتخانقوا ولا ايه؟ لا ابدا، بحكي لها بس على ندى المجنونه مطلعه عيني. واضح ان الستات كلها عصبيه اليومين دول. بصوا بقى، انا كنت جايه اقول كلمتين وهمشي. انت خلص موضوعك من ندى واعمل كل اللي انت عايزه، بس ما تخليش ده ياثر لي على الشغل. استني انا، انت لسه زعلانه؟ لا مش زعلانه خلاص. انت كنت عند صادق ولا ايه؟ اه، وقريب قوي هتسمع اخبار حلوه. خير، خليها بوقتها. لا لازم نتقابل النهارده. لا مش هستنى انا للصبح، ما انت شايف زياد كل شويه يجي لنا الشركه. انا اصلا مش عارفه اتكلم معاك كلمتين في المكتب. ايوه هو هنا يا سيدي. انا حره، انا عارفه انا بعمل ايه كويس. طيب انا ماشي، انا شو هشوفك. طيب خارجه ولا ايه؟ ايوه خارجه. رايحة فين؟ خارجة مع نشوى، رايحة السينما. افتكرتك امتى نشوى؟ يعني ايه افتكرتني امتى؟ هتنساني ليه؟ يعني خلاص عشان مشغولة شوية في حياتها يعني خلاص هتقاطعني؟ هو ايه اللي انا قلته خليك متعصبة كده؟ انت متعصبة ليه الأيام دي؟ أنا مش متعصبة، أنت اللي فاكر إن كل الناس متوترة زيك. جايز. طب مش هتسأليني صديق أنا عاوزني فيها؟ أنت قلت إنها مفاجأة. أيوة بس أنا ما قلتش إن المفاجأة تبع الشغل. بس أنا مش غبية وتوقعت. وبعدين انت لحد ما جيت الشركة ما كانش فيه اي مفاجآت، وبعد ما جيت بقى فيه مفاجأة. هو انت ليه بتتعمد تيجي من غير ما تقول لي؟ لا مش بتعمد ولا حاجة والله، كل الموضوع ان انا كنت عامل حسابي ان انا هكلمه وبعد كده اخد منه ميعاد وبعد كده اروح له. بعد كده قعدت مع نفسي فقلت ايه الاوفر ده، هو كده كده صاحبي هيسابني في اي وقت، فقررت اروح بس. طب انا يا دوب اخش البس. برضه مش هتسأليني هو كان عايزني فيه؟ يا زياد ما تقول لو عايز تقول، وانا هطلع منك الكلام بالعافية. لا مش مهم خلاص. لا انا شايف ان كريم انسب، شخصيته لطيفة وعنده خبرة ودايما عنده رؤية مختلفة. اه تصدق ان انا ما سمعتش التسجيل ده؟ ما هو لما الموضوع اتحل خلاص قلت اسمعوا ليه يعني. طيب طيب تمام يا فندم، اوكي بكره ابعت لك الديك. يلا تصبح على خير، باي باي. آه.
يلا كده كفايه. طب ما نسمع نشوف ايه الموضوع. سمعنا يا سيدي. مؤامرة ان اسمك ما جاتش مش كده؟ هو في ايه بقى؟ بالنسبة ليه؟ كلمي يا اسمك، قولي اللي انت عايزة تقوليه. انا قلت كل الكلام، مش هعيده تاني، انت اللي لازم تتكلم. بصراحة انا مش بالع فكرة ان احنا بنعمل خطة على زياد، بس كنت بالع انك تحبني وتقعد تقول لي كلام حلو وتبص لي وتضحك لي، كنت بالع كل ده صح؟ غصب عني يا اسمك، غصب عني حبيتك ولسه بحبك، مش عارف ليه وازاي، بس هو ده اللي حصل. لكن انت الموضوع بالنسبه لك سهل، انت عايزه تسيبي راجل عشان تبقي مع واحد تاني، لكن العلاقه بين الاصحاب مش كده. عشان خاطري اديني فرصه، اديني فرصه افكر، اديني وقت. انت بتقول اي كلام عشان زي ما انت ضميرك وجعك انا كمان ضميري وجعني، وانا مش هقدر العب دور الزوجه الخاينه ده. هو ما يستاهلش مني كده، ولا انا استاهل اني اكمل حياتي مع راجل ما بحبوش، بالذات بعد ما قابلتك. يعني انت لو كنتيش قابلتيني كنت هتكملي معاه؟ ايوه كنت هكمل، بس ما كنتش هكمل كتير، لان انا حاولت احب وما عرفتش. انا غلطت لما اتجوزت زياد، وانا فاهمه ان انا مع الوقت احب، واديني بدفع ثمن غلطتي. انا بيك من غيرك هتطلق، خد القرار بقى اللي انت عايزه. لا 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 يا اسمك، لا تزنونيش في حيطه يا اسمك. انا اللي استاهل اخسر في العلاقه دي، انا، عشان اللي عملته في صاحبي، مش انتي ولا زياد. انا اللي لازم اعاقب نفسي بان انا ابقى قدامي حب حياتي وما كملش معاها. انا اسف، مش هقدر. بالبساطه دي؟ لا مش بالبساطه دي، بس انتي عارفه زياد بيبص لي ازاي؟ بيبص لي على ان اخوه اللي بيثق فيه. في نظرة في عينيه أنا مش عايز أشوفها، مش عايز. يا رب يكون خبر حلو. يا غالي عامل إيه؟ لا مفيش، كنت بتمرن بس. في حاجة ولا ايه؟ لا يا معلم، أنا عايزك بس تجيلي الشركة ضروري. أنت لسه في الشركة؟ تخيل. طب يا رب يكون في أخبار حلوة. صاحبي تعالى لي بس، تعالى لي عشان خاطري. ماشي خلاص، وجيلك على طول. صفت السكة، سلام. يا رب يا رب. أنا في موقف زي الزفت، ما كنتش أتمنى أكون فيه أبدا. مستر محمود ما وافقش إن أنا أرجع الشركة صح؟ لا خالص، الموضوع مش كده. ما في إيه طيب؟ من كام يوم كان عندي مشكلة هنا في الشركة، ما بين قسم الماركتينج والفاينانس. قلت اعمل الموضوع القديم، قعدتهم هنا وخليتهم يرغوا وسجلت لهم. تمام، وبعدين؟ ولا قبلين انا مش عارف اقول لك ولا اسمعك ولا اعمل ايه بالظبط. في صادق ما تتكلم. انت
كريم صاحبك طلع الشمال واسمك مراتك لازم تطلقها. انت بتقول ايه يا صادق؟ عشان خاطر اهدى، عشان خاطر اهدى. اهدى يا يوسف، ايه تقصد ايه الكلام ده؟ هسمعك كل حاجه. أنا آسف على القرار اللي أنا خدته، بس عشان خاطري لازم تقدري موقفي. أنا والله العظيم بحبك، والله العظيم لولا إن كان زياد موجود عمري ما كنت سبتك. ألو ألو، هو انت سمعتي ايه؟ سمعت كل حاجة، سمعت اللي انت ما كنتش عايزني اسمعه. يعني انا كنت صح يا كريم، انا ما طلعتش مجنونة. ايوه انا ده حبيتها، حبيتها غصب عني. بس خلاص انا نسيت كل حاجة زي ما سمحتي. انا من بكره هلم حاجتي واطلع ابو ظبي، انا ماليش قعاد في البلد دي. بعد ايه؟ بعد ما تسليت بيا يا كريم، تسليت بمرات صاحبك. انت زباله، زباله قوي. ابن صادق عملوا كده ليه؟ ليه اسمك دي ملاك؟ وكريم ده صاحب عمري. طب هم عملوا معايا كده ليه؟ انا ما عملتش فيهم حاجه وحشه. ها؟ ليه عملوا معايا كده؟ يعني هم كانوا مستغفليني. ها؟ ايه ده عشان خاطري؟ لا كانوا مستغفليني. مش هسكت. زياد! ان شاء الله هوصل على بعد الظهر كده. لا لا لوحدي، هقول لك لما يجي يا ماما، احكي لك كل حاجه. ما تقلقيش انا كويسه. طب اديني نص ساعه اكلمك. يلا باي باي.
زياده انا ماشيه. ما تستغربش انا مسافره بكره لاهلي. لو سمحت اتطلق، مش عايزه منك اي حاجه. انا عايزك تطلقني عشان عشان ايه؟ ما انتي ملقتيش غير اقرب واحد ليا اسمك. زياد لازم تعرف ان انا ما خنتكش. انا مفيش حد قرب لي. انا اتجوزتك وانا فاهمه ان انا هقدر احبك، وفعلا حاولت وما قدرتش، غصب عني حبيته. بس انا مش عايز اطلق منك عشان كده. اوعى تفتكر ان انا هروح اتجوزه. لا، انا مش عايزه اي حد في حياتي. هو انت حبيتي وما حبيتنيش صح؟ انت ليه ما حبيتنيش؟ وانا ناقصني حاجه؟ لا لا لا. ها؟ طب انا قصرت معاكي في حاجه؟ لا. كنت وحش معاكي؟ لا. طب ليه؟ رد عليا. انا قصرت معاكي في حاجه؟ زيد انت راجل محترم طيب، العيب فيا انا. انا اسفه، سامحني. كانت انت اسفه متشكره. انت عارفه انت عملت فيا ايه؟ انت تبعتيني في الموقف ده. انا كان المفروض ان انا اروح اترمي في حضن كريم صاحبي اللي انت كنتيني معاه. طب انا دلوقتي اروح لمين؟ انا عايز اعرف اروح لمين دلوقتي. ردي عليا، اروح لمين؟ متخافيش، فاكر ان انا عم اديد عليكي. طيب انا مش هعمل فيك حاجه. انا فعلا مش شايفك يا اسمت. انت طالب. يلا يلا يلا. كان لازم ادخل الجروب ده مره اخيره عشان تعرفوا قصتنا انتهت ازاي. يمكن حد فيكم ياخد منها درس. اوعظه، انا دمرت حياتي، ضيعت كل حاجه. كان لازم اهرب من كل الناس ومن كل حاجه بعد ما كنت سبب في قهر جوزي، بعد ما صدمته صدمة كبيرة هو ما تحملهاش. زياد ما يستاهلوش، يا صاحبي والله.